بلا شك عالم جراحات السمنة عالم مثير للغاية، لكن تبقى تحويل المسار أسئلتها أو الأسئلة حولها أسئلة مهمة جدا. أولا هي عملية لها قيم علمية كبيرة جدا، تحويل المسار قيمتها العلمية ليست فقط إنقاص الوزن، هي عملية تعالج السكر من النوع الثاني، وزي أي جراحات سمنة هي بتحسن مستوى ضغط الدم جدا كمان، وميتابوليك سندروم كلها بتحسنها، يعني الدهون بتعود أو مع التدريج إنقاص الوزن ترجع لمستوياتها الطبيعية. دي حاجات قيمتها مهمة قوي. بس تحويل المسار في الأوساط الطبية لها بريق، لأنها عملية تقنيا تحتاج إلى ليرنينج كيرف أعلى وكبير، ودائما يطلقون عليها في المراجع المقياس الذهبي أو الجولدن ستاندر. طيب هو ليه بيقولوا عليها ده؟ سؤال مهم جدا. ولمن تصلح له تحويل المسار؟ وموضة العيان اللي بيختار، العيانين بدأوا يتعاملوا مع الطب مش بس في جراحات السمنة، ده في فروع طب كتيرة قوي، على أنه سوبر ماركت فروع طب كتيرة، في جراحات التجميل عايز أعمل كذا وما عملش كذا، في السكر عندنا عايز أخد الدواء ده وما تدينيش الدواء ده، في الضغط والنبي بلاش الدواء ده عشان ما لا ده كان بياخده فلان عندي وعمل. في حاجات كتيرة في الطب بدأت ثقافة الناس فيها تختل. النهاردة عايز أفهم هذا المعنى. طبعا السؤال الأول لضيفي العزيز الأستاذ دكتور كريم صبري، يعني السؤال المهم جدا، من تصلح له تحويل المسار؟ لماذا هي الجولدن ستاندر؟ كلمنا عن تحويل المسار، شايف في عينيك نظرة حب لهذه العملية. في البداية اسمح لنا أحيي حضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل. الحقيقة طبعا تحويل مسار المعدة يعني من العمليات القوية جدا في إنقاص الوزن، القوية جدا في علاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة زي مجموعة الأمراض بقى بتاعت الميتابوليك سندروم اللي حضرتك قلت عليها، وكمان يعني قوية في على الأمد البعيد، يعني في أن هي تحافظ على أن هي ما ترجعش الوزن تاني. في منها طبعا يعني أنا يمكن عملية تحويل المسار فيها أنواع كتيرة، ويمكن الناس بتسمع عن انواع كتير لتحويل المسار. انا يعني كنت ناوي النهارده فعلا ان انا، لان لقيت مقاسي من العمليات اللي هي تحويل المسار اللي هي مش تحويل مسار، لان طبعا مش كل الناس يصلح لهم عمليه تحويل مسار، في مجموعه منهم طبعا ما ينفعهمش تحويل مسار، وفي ناس طبعا ينفع لهم ولازم يعملوا تحويل مسار. قبل ما نكمل الحته دي، انت قلت جمله وانا اساسا يعني لما وجهنا لك الدعوه انا اعلم انك عندك ما شاء الله اللي هي بيسموها اقول ايه الغيره على الناحيه العلميه دي، عاده الطبية. الاكاديميين كده تربينا من واحنا صغيرين لغايه لما كبرنا جدا على الغيره على العلم، فانا عارف ان دي موجوده فيك بشده، وعندك اللي هي ايه القوه واخد حته اعلاميه عظيمه جدا تعلمناها في الاعلام مش في الطب، اللي هي انا هقول للاعور انت اعور في عينه. فقول لي ايه بقى الجمله دي انت قلتها، وانا عارف انت هتقولها بعدين بس هي اثارتني جدا، ايه فكر القصه بتاعت حد يعمل عمليه تحويل مسار وهي مش عمليه تحويل مسار؟ يعني مثلا انا شفت عمليه اسمها الاوميجا لوب. الاوميجا لوب يروج لها ان هي عمليه تحويل مسار معده مصغر، هي ليست تحويل مسار معده مصغر. الاوميجا لوب لان انا طبعا بشتغل معظم يمكن اكتر حالاتي 60% اعاده اصلاح فشل جراحات السمنه ترشي. من كل العالم يعني بيجي لنا حالات احنا بنصلحها، يعني تكميم فيها مشكله بصلحها، تحويل فيها مشكله بصلحها، عمليه تدبيس معده بصلحها. انا قصدي يعني شغلي معظمه ترشي سنتر 60% من الحالات بشتغل في عمليات الاصلاح. فمن اكثر الحاجات اللي فيها مقاسي عمليه اسمها الاوميجا لوب، يروج لها ان هي عمليه اوميجا لوب. يعني يمكن تحويل مسار المعده المصغر ليه اسامي كثيره، ممكن منعوا الاسم ده خلاص، منعناه، يعني اتكتب عليها او اي جي بي او تحويل المسار ذات الوصله الواحده اللي هو انسموس جاستريك بايباس، او تحويل مسار ما بقاش ميني جاستريك بايباس عشان الناس حتى ما تمسكش في الاسم ده. العمليه يروج لها اللي هي الاوميجا لوب، هي في الاصل ليست تحويل مسار معده مصغر. بتدخل بقى على العيان ده بتلاقي تدبيس معدة عادي وجزء من الأمعاء مثبت بالباوتش فوق، ودي ليست تحويل مسار معدة مصغر. ويقول لك أنا جايب أبحاث هي تبع الأوميجا لوب. الأوميجا لوب دي اسم ليه تحويل مسار المعدة الميني جاستريك بايباس، وليست العملية اللي هي دي. إيه هدفها العملية دي؟
وعيان طبعا هو ما عندوش قدره جراحيه يعمل العمليه، ما عندوش قدره ماديه يعني يعمل عمليه، فعايز سعره قليل. طيب انا كجراح بقى عايز اعمل الاوميجا لوب دي، بقوم ضارب دبوس واحد مدبسه اللي هي تقيل القديمه وغير مكلفه، ويقوم واخد جزء من الامعاء زرعه في المعده، بتعمل ارتجاع مراري عنيف وتقعد تصلحها. العيان فعلا ما بتلحقوش لانه جاي يعني في سيفير مال نيوتريشن، اعمل العيان ده صلحه ويدخل في ريفيدنج سندروم وما تلحقوش. فانا بحذر الناس يعني جدا من عمليه اسمها الاوميجا لوب، وليس تحويل مسار المعده المصغر، اسمها كده هي طالع كده اسمها كده. يعمل بقى تحويل مسار المعده المصغر ما تخافش، لا اعمله، ده اكريديتد وده حاجات سيرتيفايد. يعني في عمليه لتحويل مسار المعده الكلاسيكي يعمله. في برضو الجش الكبير على الساسي او السنجل انسموس جاستريك باي باس اللي هي السليف اليال باي باس، هي احنا بنعملها، هي لم تضر، هي التقسيم مفيش حاجه اسمها سرعه تقسيم. يعني هو في العرف، في عرف يعني الناس بيتقال، هو مفيش حاجه اسمها سرعه التقسيم، مفيش حاجه، احنا اللي قلنا عليها كده. يعني احنا اللي قلنا عليها كده، لكن هي العمليه هي تكميم عاديه خالص، وبنجيب جزء من الامعاء بنثبته في التكميم، وبالتالي يفترض طبيا يعني او فيسيولوجيا ان جزء من الاكل هيعدي خلال المسار الطبيعي وجزء منه هيعدي من التكميم خلال الوصله. ما ينفعش ان احنا نروج ليها ان احنا ما تاخدش فيتامينز، ما فيش حاجه اسمها عمليه التربو او العمليه يعني القويه او العمليه الهايبريد، ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها كده. هي دي عمليه من نوع من انواع تحويل المسار، كل دي تسميات ترويجيه، ترويجيه. احنا لسه العمليه دي مش سيرتيفايد خالص، مش اكريديتد، ما لسه لم يصرح بيها، انا نشرت عليها، لم تعتمد. اول حاله عملتها في عين شمس في 2016 ونشرت عليها بحث باسمي في 2016، ولكن بطريقه طبيه، اللي يدخل يبقى عارف انه داخل عمليه تحت الاجراء، تمضي اقرار ان انت عامل عمليه تجريبيه جديده، هي لن تضر ان شاء الله، لكن احنا لسه النتائج مش عارفين. ايه السؤال العلمي اللي عليها حتى الان احنا مش قادرين ان احنا نديها يعني زي رخصه او ان احنا نقرها، يعني ان احنا مفيش حاجه تقدر تقيس قد ايه من الاكل هيعدي خلال الاثنى عشر وقد ايه من الاكل هيعدي خلال المسار الطبيعي. لا تقدر تقيس ده بالمنظار، ولا تقدر تقيس ده بتكنيشن سكان، ولا ما تقدرش تقيس الكلام ده. ما لا يمكن قياسه لا يمكن ان احنا نقر بيه. شروط اجراء العمليه نفسها ايه؟ تحويل المسار مفيش، هي عمليه تحويل المسار عمليه سهله جدا، بسيطه جدا، ستريت فورورد، عمليه بتعمل بالمنظار خلال فتحات صغيره قد لا تتعدى الساعه، واقل من كده انا بس خلينا في الطبيعي يعني، لكن ربما لا تتعدى النص ساعه في بعض الحالات. اقامه 12 ساعه في المستشفى او اقل يعني، وبيقعد يوم او يومين في المستشفى ويرجع لحياته الطبيعيه بعد ذلك، يمارس حياته الطبيعيه، بيمشي بقى الفتره الاولى على شويه عصاير وزبادي وحاجات بسيطه كده 10 ايام، ويكمل الشهر الاول على اكل بسيط ويرجع لحياته الطبيعيه بعد شهر. فهي عمليه تجرى بالمنظار، هي حاجه اجراء بسيط جدا، ما فيش فرق ما بينها وبين التكميم كاجراء في العمليات، ولا في الاكل ولا في الحاجه، ما فيش اي اختلاف خالص. هو بس احنا احيانا الناس اللي هي المريض السكر اللي عنده بنحب نعمله تحويل مسار، الناس اللي فوق وزن 150 كيلو، الست اللي هي مش قادره تمشي على مفاصلها لو عملت لها تكميم مش هتخس اكتر، تعمل تحويل مسار اكتر. الناس اللي عندهم ارتجاع في المريء اعمل لهم تحويل مسار كلاسيكي، ما تعملش مسار مصغر عشان ما يجلوش ارتجاعين بقى مراري وحمض. انا قصدي انه ربما يكون في دواعي، احنا يمكن شايفين في الانيميشن دلوقتي عمليه بسيطه خالص، هي توصيل جزء من الامعاء الى المعده، بس طبعا دي اللي هي تحويل مسار المعده المصغر، هي دي لو انا شفتها في الاشعه دي مش هتبقى عمليه مظبوطه، عشان الباوتش بتاعتها صغيره بالظبط، عشان الناس طبعا لازم الباوتش او المعده تبقى طويله ورفيع، يعني مش اقل من 12 14 سنتي. هي الانيميشن مش دقيق قوي، بس ده الانيميشن اللي بيشرح لكم بس. ده مش العالمي يعني، ما حدش بس يكون فاهم خلفيه طبيه لكن الانيميشن ده يعتبر حاجه تسهيليه يعني، لكن لكن طبعا تحويل مسار المعده المصغر من العمليات السيمبل جدا البسيطه اللي هي قويه في انقاص الوزن، طبعا بتقلل كميه الاكل، بتقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبه قد تصل الى 70%. الجزء المعزول الناس تطمن عليه جدا، لان طبعا ده سؤال مشهور جدا، الجزء بقى المعزول من المعده ده هيحصل فيه ايه؟ ما حصلش فيه حاجه، ده جزء عادي خالص بيفرز ويشتغل عادي جدا. ولو عايز لاي سبب من الاسباب ترجع العمليه لوضعها الطبيعي، الجزء ده عادي جدا وسليم جدا وطبيعي جدا، لان احنا ما بنقدرش نوقفه بعقلنا يعني. ليه؟ لانه بيتحرك مع الشم، مع الاكل، مع بيفرز عادي جدا ما فيهوش اي حاجه، ودي تعتبر حاجه مميزه لتحويل المسار عن التكميم، ان احنا لا يتم استئصال اي نوع من
من الامعاء او المعده في عمليه تحويل مسار. هي امعاءك زي ما هي، المعده زي ما هي، الامعاء زي ما هي، ما فيش حاجه يتم استئصالها، عشان كده يمكن الغائها، يمكن ارجاعها للوضع الطبيعي، انت معدتك في امان يعني ما فيهاش مشاكل. وكوضع هرموني كمان عمليه تحويل المسار، طبعا انت عديت من 150 ل 200 ل 2 متر كاملين من الامعاء الصغيره، الجزء اللي بيبقى بيمتص سكريات الدهون بنسبه قد تصل ل 70%. دورة الأكل السريعة دي بتخلي خلايا الـ L-cell، دي خلايا ممكن الناس تبص عليها على الجوجل كده، دي بتفرز هرمون اسمه GLP-1، ده الثورة الطبية بقى على الحاجات اللي حك يمكن الناس عارفاها بتوع السكر يعني. دي الحاجات الأنالوجز أو الحاجات المماثلة للـ GLP-1 بيعملوا أدوية غالية جدا. هو العملية أصلا أوتوماتيك كده، أوتوماتيد يعني، بتنشر الدورة، دورة الأكل السريعة بتخلي الخلايا دي تفرز هرمون الجي ال بي 1 اللي بيحفز خلايا البنكرياس، خليه يفرز انسولين كويس بسرعة عالية، بيقلل حاجة اسمها الموت المفاجئ للخلايا اللي هو الأبيبتوزس، يخلي البنكرياس ينشط من جديد، وبالتالي ده دور مهم جدا في علاج السكر وإعادة النشاط الهرموني مرة. السكر من النوع الثاني طبعا. انا شايف حضرتك بتاكد على ان السكر من النوع الثاني، السكر من النوع الثاني. انا طبعا النقطه دي مهمه جدا برضو، لان عمليه تحويل المسار هو بطبيعه الامر ان السكر من النوع الثاني هو الاكثر شيوعا، وهو الاكثر شيوعا في 80% ل 90% مرتبط بالسمنه المفرطه. ودايما هو العيان اللي بيجي لنا عنده سمنه مفرطه بيكون عنده في معظم الناس عنده سكر. غالبيه الناس اللي عندهم سكر من النوع الاول اصلا نحاف، ما بيعملوش عمليات. فغالبا الناس اللي هي عندها سكر غالبا هيطلع من السكر من النوع الثاني، لان 90% من الناس اللي هي المصابه بالسكر من النوع الثاني عندهم سكر. فالنقطه دي طبعا لازم تكون كلير. والناس اللي هم سكرهم من النوع الاول عاده بيكون نحاف وسكرهم من منذ صغر، والبنكرياس اصلا مش شغال، وبالتالي العمليات دي ما بتبقاش مفيده الا في حاله واحده واحنا ما بنشوفهاش، ان يكون السكر من النوع الاول معاه شويه سمنه، فربما تقلل جرعه الانسولين لكن مش هتعالج السكر نهائي. هو طبعا هي التفرقه بين السكر النوع الاول والثاني لو معاهم سمنه مش تفرقه سهله، تفرقه عايزه محترفين، لانه في نوع، في حاله ممكن السكر يبقى من النوع الثاني لكن لجأ الانسان او الدكتور الى اعطاء المريض انسولين لان ادويه الفم مش فعاله معاه، وده بيحصل نتيجه السمنه، ان السكر وصل لمرحله اسمها ريفراكتوري دايابيتس، خلاص السكر رافض للعلاج، عمال يعالجه بادوات مش عايز يستجيب، فبنلجأ الانسولين. العمليه هتفيده جدا لانه في الحاله دي هيحتاج انسولين، لا هيوقف انسولين وهتلاقيه تدريجيا سكره بدا يتعدل جدا. لكن ليه الناس دي حطت تحتيها خط، لان هو دكاتره مش الناس. انا متوقع السؤال. طيب انا هسيبك تجاوب. ان يعني الفكر نفسه مش هو ناس مش عارفه المعلومه ومش عايز تعمل عمليه بناء على تعليمات دكتور الباطنه. وانا بلوم عليهم جدا يعني، انا بحبهم جدا، لكن احنا لازم نتقابل في مؤتمرات، احنا عندنا مؤتمرات للسمنه في مصر كتيره، ولازم نتقابل ولازم نعرف حاجه. يعني احنا عندنا اصلا وحده سمنه اسمها وحده جراحات السمنه والسكر، الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، أستاذ جراحات السمنة والسكر، هو ده شغل. الميتابوليك سيرجري حاجة مش جديدة يعني. الميتابوليك سيرجري هي عبارة عن جراحة خاصة بالسكر. احنا ليه بقى ما نعملهاش في مصر؟ صح كده؟ أو الناس ليه مش عايز تعملها في مصر؟ ليه الدكاترة مش عايزين نقول؟ مش المرضى على فكرة. لأن المريض أصلاً بيبتدي السايكل بتاعته من عند دكتور الباطنة. ما بيبتديش من لوحده يعني. هو دكتور الباطنة بيقول له أنا لما يجي العيان عايز يعمل عملية، هو الدكتور بيقول له ما تعملش العملية. هو ما فيش النو هاو، مش موجود، هو ما عندوش المعلومه. وانه العيان بيفاجئ الدكتور بالنتائج ما بعد اجراء العمليه، ان السكر طبعا اتحسن وما بقاش ياخد علاج وابتدى الامور تبقى كويسه جدا، وبيزعل جدا ان هو ضيع وقت كبير ان هو ما عملش العمليه. فلا يصح تماما ان احنا نقول للعيان ما تعملش العمليه دي، يعني ده حاجه مش صحيحه، مش متقبله ومش مقتنعه ان حد ممكن في 2021 لسه مش فاهم قيمه جراحات تحويل المسار اللي تتعمل صح قوي لمرضى السكر. لكن لازم نضع في الاعتبار انه يكون في خطوط تواصل واضحه ما بين عالم الجراحه وعالم البطنه في صوره كامله. نتقابل بالظبط بالظبط، يتقابل في مائده واحده، يعني ما فيش حد بيلغي شغل حد، ما حدش يقول بكره ان مريض السكر مش هيتعب خلاص بقى هيختفي، لا هيفضل في برضه سكر النوع الاول وفي برضه سكر من النوع الثاني عندهم نحافه او مش من السمنه اللي تحتاج انها تتعمل لها جراحه، يعني زايد 10 كيلو مش محتاج، هيقل في الوزن بس بتاع وهيمشي معاك بادويته وكل حاجه. حتى لو
ما هو في ميتابوليك سندروم لسه مكمل معاك فيها، ممكن ضغطه لسه عالي شويه فهتكمله بدواء ضغط، لسه الليبيد موجوده عاليه شويه. السمنه مشكلتها انها تقع خلف باب كبير جدا اسمه المرض الرافض للعلاج. خلي بالكم كل البيبرز الموجوده في كل الكتب عن كلمه ريفراكتوري، ريفراكتوري يعني مرض رافض للعلاج، تديله الدواء مش عايز يستجيب، مش عايز يتحسن، يقع السمنه وراه. السمنه يا جماعه بتقفل على المستقبلات بتاعه كل حاجه، فتلاقي تدي دواء الضغط، الضغط ما بيقلش، ريفراكتوري هايبرتنشن. في حالات كده. اه طبعا انا اقول لك مقاسي للسكر، يعني انا يمكن حالات كتيره وبنعمل عليها ريسيرش يعني دلوقتي كمان، الناس اللي عندهم فشل كلوي كرونيك رينال فيلير، وهو مريض سكر انتهى به الامر الى فشل كلوي، بيزرع عايز يزرع يعني كلى وهو مش قادر يزرع كلى على الوزن ده، بتعمل له ايه؟ لازم تعمل له عمليه تنزل بيها وزنه الاول وبعد كده يرجع يزرع وبعد كده يرجع لحياته الطبيعيه. طب ابتدي السايك من الاول، انفصال الشبكيه يعني اكثر الناس اللي عندهم سكر، ودي حاجات بقى عنيف الشبكيه انتهت، هتعمل فيها ايه؟ هتعمل فيها ايه؟ دي حاجات الفاتوره اتدفعت ولن تعود. انا بتكلم في حاجات احنا دلوقتي المريض السكر اللي هو عنده سمنه مفرطه ده يعني مريض مسكين، يعني ده لازم تكسر له السكر ده، وهو دي الحاجه المتاحه الطبيه المظبوطه الفعاله في العالم كله، اعمل حاجه واجه بيها المرض. هو سؤال بقى المهم، انا بقى كمريض سكر انا هستفيد بنسبه قد ايه؟ يعني انا اوقف علاج سكر خالص ولا هقعد بقى يعني هستفيد؟ اعمل عمليه ما تبقى من احنا لا ما بنزرعش بنكرياس، احنا بنعمل لك كل الحاجات اللي نقدر نعملها بسبيل ان احنا نعالج السكر ونعتمد على ما تبقى من وظائف البنكرياس. هو البنكرياس من نوع السكر النوع الثاني، هو كان مصنع شغال بكفاءه عاليه جدا، عنده مناعه انسولين مش قادر يدخل السكر، الخلايا بيفرز اكتر، ابتدى ينهك. احنا عايزين نشيل الحمل عليه بقى خالص، شيل السكر والدهون والسكريات والحاجات دي من عليه، قلل امتصاص وقلل الوزن، قلل مناعه الانسولين، نشطه بالهرمونات جي ال بي 1، اعمل كل الحاجات اللي في ايديك. فعملنا يعني يمكن زي ايفالويشن كده للعيانين، يتعلق بسن العيان، بيتعلق بجرعات الانسولين اللي بياخدها، بيتعلق بقياس كفاءه البنكرياز السي بيبتايد والفاستنج انسولين ليفل والهومه، كل الفحوصات وكل البارامترز اللي تقيم وضع العيان ونقول لك بالظبط قد ايه ممكن تستفيد، ممكن توقف علاج من ثاني يوم، ممكن تاخد لك شهرين ثلاثه، ممكن توقف انسولين وتاخد اقراص. ففي بارامترز طبيه يمكننا بيها تنبؤ يعني او نعرف قد ايه هتستفيد من السكر. هتستفيد قد ايه؟ سؤال مهم جدا. تعال نسمع حالة، تعال نسمع كلام العيان، العيان بيتكلم لغة مختلفة، لغة احنا حوارنا مع الدكتور كريم صبري حوار علمي رائع وراقي جدا وصريح جدا، وفي مناطق معينة الحقيقة في جمل بتتقال لأول مرة على شاشات العربية، لكن يبقى المريض له منظور تاني بقى، ما يهموش يا باشا الكلام اللي احنا قلناه ده كله، ده يهم المجتمع الطبي. المجتمع الطبي لازم يفهم الكلام ده، المريض بقى بيفهم حاجات تانية حلوة ومهمة بالنسبة له، اللي هو ايه بالظبط؟ ده اللي هنشوفه ونسمعه مع بعض في حوارنا الممتع المستمر مع ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور كريم صبري. لما رحت للدكتور كريم صبري قال لي ما هي المشاكل؟ قلت له بعاني من السكر والضغط وعندي جلطة في رجلي. فالدكتور كريم صبري قرر يعمل لي عملية تحويل مسار. كان وزني قبل العملية 160، والحمد لله بقيت 110، خسيت 50 كيلو بعد خمس شهور، حوالي خمس شهور ونص من العملية، والحمد لله بقيت كويسة وبقيت بمشي وبتحرك وبخرج. كنت بعاني كتير من السمنة، كان عندي الضغط وعندي السكر وكان عندي جلطة في رجلي، والحمد لله بقيت كويسة وبتحرك وبروح وباجي في كل حتة في كل مكان، والحمد لله بقيت كويسة. أهلا بكم. كم لطب الأسنان من سحر خاص جدا في تغيير شكل الإنسان، سبحان الله. قصة قصيرة لكن بتحدث كثيرا جدا. ترى إنسانة زي ما شفنا كانت بتقدم لخطبتها، الملفت إن كل حاجة فيها جذبة، كل حاجة فيها موسيقى جميلة تعني اللي يعني أنا منبهر، الشعر بالعيون كل حاجة 100% وتبتسم، فتتوقف الابتسامة وحشة في الحتة في القاعدة في البيت كان سنانها بايظة، باظت الموسيقى وتوقف الأحاسيس الجميلة وتوقف الرياكشن الجميل وانقلب، رغم أنه مش باين طبعا بشكل واضح لأنه ذوقين مش هيبان يعني،
لكن انقلب. الموسيقى بتعبر عن المشاعر. انقلب ده كله فجأة إلى أنا عايز القعدة تخلص، أنا عايز أقوم أروح. تمام، وقام وروح وانتهت القصة الأولانية. هو وصاحبه قاعدين واقفين بيشتروا لبس في مول، دخلت نفس البنت. فطبعا صاحبه منبهر بالجمال كله، وهو بقى رجع الذاكره للسنان. السنان اللي انتهى بها المشهد الاول، والسنان اللي فرضت نفسها القديمه على ذاكرته في المشهد الثاني. لكن هو فوجئ ان البنت راحت لعالم مثير ومتقدم في التكنولوجيا وعالم طب الاسنان، فاعطاها ابتسامه رائعه فاكتمل الجمال. قد كده الاسنان مهمة جدا. ما ينفعش واحد يبقى ماشي بسنة ناقصة، ما ينفعش. ده حتى لما بيعملوا مشهد في السينما ويحبوا يدوا شخصية مثلا صورة انه شرير، انه هو من بيئة فيها يعني عنف وفيها اجرام وبتاع والكلام ده كله، يروحوا حاطين حاجة على اسنانه مسودينها او عاملين له كده تركيبة بحيث انه ايه يبان ان في سنة مش موجودة. ما ينفعش نسكت على وعدم وجود سنان. في ناس بيبقى عندها سنان اللي مش موجوده خلفيه مش باينه قوي وسايبينها برضه، ده في منتهى الخطوره، وهنفهم دلوقتي خطورته ايه. النهارده حوار هو الزراعه طبعا بتطفو عليه، الزراعه عالم مثير جدا، والتقدم في عالم الزراعه في طب الاسنان تقدم مذهل جدا. انا في رايي ان التقدم في طب الاسنان عموما هو أكتر تقدم في برانش طبي موجود في العالم كله، يشترك معاهم العيون، الأسنان والعيون دول أكتر، والمخ والأعصاب، جراحات المخ والأعصاب، دول أكتر ثلاث برانشات فيهم تقدم. النهاردة حوار مع واحد من نجوم هذا المجال، بيسعدني جدا وجوده معنا النهاردة، وكاريزما خاصة وأسلوب رائع في الشرح، وعمل حدث ولا حرج، عمل جماعي متميز للغاية، وعمل تقني رائع جدا جدا. النهاردة ضيفي العزيز واحد من نجوم عالم زراعة كله مفقود. هنا الشكل بتاع زراعة الأسنان مع الفينيرز، الأشعة المقطعية واضح إن أنت كويسة، مش هقدر أعمل immediate loading أو اللي هو التحميل الفوري. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال، واحد من نجوم عالم زراعة الأسنان، دكتور نبيل السباعي، أخصائي زراعة الأسنان والماسترشيب لزراعة الأسنان من ICOI الانترناشنال كونجرس اوف امبلانتولوجي، وزمالة زراعة الأسنان من جمعية الأسكندرية لزراعة الأسنان، وماجستير إدارة المستشفيات من الأكاديمية البحرية. ضيفي العزيز منورني وسعيد جدا بهذا. أنا اللي سعيد يا دكتور أيمن، أخبار حضرتك؟ الحقيقة يعني سعيد جدا بوجودكم معايا النهارده، سواء وجودك أو وجود دكتور أحمد يعني إضافة هائلة، ودي إضافة لينا برضه طبعا إن احنا بقى معاك في برنامج الدكتور، برنامج عريق بقاله كتير قوي بيوعي الناس، فاحنا حابين إن احنا برضه يعني نتكلم مع بعض في الحاجات اللي الناس بتحبها يعني بتحب تفهم فيها اكتر. اشكرك، اصبح السبت له مذاقه الخاص ان شاء الله. خلينا نروح لسؤال مهم قوي انا نهيت بيه حواري، الزراعه واهميتها، امتى الواحد يعمل زراعه، وخصوصا ان في جزء كبير من الشعب العربي والشعب المصري تحديدا عندهم فقد الاسنان في الجزء الخلفي، يقول لك مش باينه قوي، مش مهم. طبعا. طيب زراعة الأسنان، خلينا نقول بس معلومة سريعة، إيه زراعة الأسنان؟ هي استعاضة للدرس اللي اتخلع، صح كده؟ الدرس اللي احنا لما بنيجي نتكلم احنا كدكاترة أسنان طبعا عارفين، أو طبعا كل الدكاترة عارفة، إن السن عبارة عن كراون وجدر روت. طبعا الناس بتتكلم مع يعني ممكن يبقى حد مش واخد باله من الكلام ده، فاكر إن السنة كده وبقى لها حتة صغيرة جوه وخلاص. طيب الزراعة هي استعاضة الجدر اللي تم خلعه بالسنة اللي اتخلعت قبل. امتى نعمل زراعه اسنان؟ وزي ما كنت حاجه تتكلم ان معظم الناس مش ما بتفكرش في استعاضه الضروس الخلفيه، لا طبعا دي مشكله كبيره جدا جدا جدا، لان مش الزراعه مش معموله علشان الشكل اساسا، هي معموله فور فانكشن لل يعني وظيفه بالظبط كده. طيب لما النهارده حد يكون عنده ضرس ورا مخلوع مثلا
ومش عايز يعوضه مثلا، فهو ايه اللي بيحصل؟ ان ما بيحصلش ماستيكيشنز للاكل كويس، فيبقى عنده سوء هضم، لان طبعا الطواحن او الدروس اللي في الخلف اللي هو بيقول عليها مش مهمه مش باينه الكلام ده كله، هي وظيفتها الحقيقيه طحن الاكل. فطبعا لما ما بيعوضش الدروس بيحصل طبعا الاكل بيتبلع شويه صحيح، فما بيحصلوش يعني دايجستشن كويس، هضم كويس طبعا، وبالتالي طبعا بيبقى فيه سوء هضم. وطبعا دي مشاكل كتيره قوي بعد كده، اكيد حضرتك قادره طبعا في الحته دي. الموضوع ممكن يزيد شويه شويه كمان مع المريض، يعني كل ما يحصل له فقدان في ضرس او اثنين او ثلاثه الموضوع بيبقى اصعب كتير على المريض. فكره الناس ليه ما بتعملش زراعه اسنان كتير او بتخاف ليه منها او الكلام ده كله، ليها اسباب كتير جدا. ليها اسباب معظمها يكون ان هو عنده فوبك شويه من دكاتره الاسنان، شايف عمليات زراعه اسنان على الانترنت بالنسبه له دي مخيفه شويه الكلام ده كله. احنا النهارده هنشرح شويه نبسطها شويه، هي ايه عباره عن ايه عمليه زراعه الاسنان والكلام ده كله ان شاء الله. دايما الناس برضو بتسال على السن المناسب لزراعه الاسنان من الصغر والكبر. طبعا زراعه الاسنان مع اكتمال نمو الفك، يعني من سنة 18 سنة العين يقدر نعمل فيه نبتدي نشتغل معاه زراعة أسنان على طول، ما فيش فيه مشكلة، وأبطو طبعا العمر طبعا كله. ولكن على حسب الحالة الصحية، يعني احنا بنتكلم طبعا في المريض الصغير لما يكتمل نموه، في المريض الكبير لو حالته الصحية مستقرة، يعني سواء بقى سكر ضغط قلب أي مشاكل طبعا، يعني بنرجع فيها دايما كمان مع الدكاترة اللي متابعين الحالة. يعني لو هو مريض قلب مثلا وهنعمل إجراء مثلا زراعة أسنان، لازم بناخد موافقة من دكتور القلب بتاعه، لأن هو بيزبط له طبعا الأدوية بتاعت السيولة الكلام ده كله قبل العملية، فبيبقى في تناسق يعني بيننا وبين الدكاترة. إزاي بتتم عملية الزراعة؟ زراعة الأسنان زمان ولا دلوقتي؟ دلوقتي. طيب زمان كانت هي المخيفة طبعا، كانت زمان بتتم ببروسيدور عنيف شوية، ان كان العيان لازم تفتح اللثة كويس لان ما كانش فيه اشعة مقطعية تمام، فكان الدكتور بيعتمد اعتماد كلي على السيرجيكال اكسبوجر او التعرية للثة علشان يقدر يشوف العظم حجمه قد ايه، عرضه قد ايه، طوله قد ايه، الكلام ده كله. دلوقتي الموضوع اختلف كتير جدا، لان انت كدكتور اسنان النهارده بتعتمد على اشعه مقطعيه بتحدد طول وعرض العظم من قبل ما تشوف المريض اصلا. يعني المريض لما بيعمل اشعه مقطعيه ممكن تكون لسه ما كشفتش عليه كلينيكال، ما كشفتش عليه على كرسي الاسنان، بتقدر تعرف طول العظم قد ايه، العرض بتاعه قد ايه، والزرعه المناسبه حجمها ايه. فانا هنا هوت انا وفرت ايه اللي هي كنا بنتكلم عليها، اللي هي السيرجيكال اكسبوجر او التعريه اللثه، علشان اقدر اشوف العظم حجمه عامل ازاي، كاني دخلت بنفسي بالظبط زي ما حضرتك شايف في الصوره دي. هي يعني طبعا احنا بقى بنتحكم طبعا كمان في الابلكيشن اكتر، لان احنا بنقدر نعمل تحريك للفك كامل، واقدر ابص عليه من كل الزوايا، كاني يعني مش هعرف اصلا مع المريض ابص عليه بالطريقه دي زي ما هكون بص عليها في الاشعه المقطعيه. ولذلك طبعا الاشعه المقطعيه سهلت كتير، فاحنا يعني في الفيديو دوت احنا عملنا دراسه للحاله، عملنا السيرجيكال تريتمنت او اللي هنعملها كمان، البلان بتاعته اللي هنعملها له طول وعرض الزرعه. فتحنا بقى هنا الحته بقى اللي كانت الناس دايما بتخاف منها، اللي هي فتح اللثه. دلوقتي الموضوع اتطور جدا، زي ما كنتوا بتكلموا قبل كده في الديجيتال دنتستري والحاجات دي، برضو الديجيتال دنتستري دخلت معانا في زراعه الاسنان من ناحيه حاجه مهمه جدا، حاجه اسمها السيرجيكال جايد. ايه السيرجيكال جايد؟ انا النهارده لو عملت البلان بتاعتي زي دي، بقدر اطبع دليل جراحي بال 3 دي برينتر، يخليني بدل ما كنت هفتح اللثه خلاص وهشتغل واعمل عمليه واعمل بعديها خياطه والكلام ده كله، الدليل الجراحي بيتحط على الاسنان، اقدر اشتغل احط الزرع من خلال اللثه. ده طبعا هيخليني ما افتحش اللثه وهيخليني ما اعملش خياطه. ده هيوفر على العيان ايه بقى؟ هيوفر عليه الإديمة أو التورم اللي بعد زراعة الأسنان اللي الناس كتير بتخاف منه، والحاجات المشاكل اللي الناس بتخاف منها وبتسمعها يعني، والألم طبعا. وكده ما فيش ألم مع زراعة الأسنان دي، دايما بنقولها، دايما بنقول إن حشو العصب ممكن يكون أكثر ألما من زراعة الأسنان. ليه؟ لأن الزراعة بمنتهى البساطة أنت ما بتتعاملش مع أعصاب، أنت بتتعامل في حتة بعيدة عن الأعصاب، فانت الموضوع ما بيبقاش ألم. دايما كنت يعني لما يجي عيان يقول لي دكتور هحس بايه بعد العمليه، يعني حتى لما بيخلص العمليه بيفضل عنده خوف شويه، فيقول لي هحس بايه بعد كده لما اروح، هقول له كلمه واحده بقول له كان حد دايس على ايديك ضغطه بريشر، هتحس بيه لمده يومين ولكن مش ألم، بريشر مش ألم. ليه؟ لان طبعا الزرعه بتخش، ودي عايزين نتكلم فيها لان دي حاجه مهمه جدا وسمعتها كتير قوي على السوشيال ميديا، الزرعه بتخش
تورك معين او بضغطه معينه علشان تمسك في العظم. سمعت كتير قوي في الانترنت الزراعه الفوريه وانتشرت كتير قوي وبنسمعها كتير قوي، مش هي مش غلط، بس خلينا نصحح مفاهيم ناس كتير. ايه الزراعه الفوريه وامتى ممكن الحاله دي تعمل لها توظف لمين بالظبط؟ لان الزراعه الفوريه موجوده ولكن مش لاي حاله، حد يكون عظمه سليم، حجمه كويس، حجم العظم طول وعرض بتاعه سليم، الكواليتي بتاعه العظم، كثافه العظم كويسه، لانك لو كثافه العظم مش كويسه مش هقدر اعمل ايميديت لودنج او اللي هو التحميل الفوري. لكن اللي بنسمعه برده في السوشيال ميديا برده زراعه الاسنان في 5 دقائق، هي فعلا زراعه الاسنان ما بتاخدش اكتر من 10 دقائق، ولكن مش 5 دقائق، لان انت تحضير اصلا الحاله مش هياخد 5 دقائق. فطبعا هي الفكره اللي انا بنتكلم فيها ان هو مش سبق، هو للاسف لا هو للاسف بقى سبق على السوشيال ميديا، تلاقي حد كاتب 10 دقائق، تلاقي واحد كاتب 3 دقائق 5 دقائق، الموضوع بقى غريب شويه. فاحنا بنتكلم برضو يعني هو مش الموضوع ما بياخدش وقت، ولكن ساعات بياخد وقت. ممكن تلاقي زرعه واحده خدت ساعه الا ربع من الدكتور. ليه بقى؟ لان الزرعه دي او المكان ده غير ملائم للزراعه اللي على طول. يعني انت النهارده في تحضير للحاله. بمعنى ايه تحضير للحاله؟ يعني انا النهارده لو عندي حد عظم عنده سليم ما فيهوش حاجه، طوله وعرضه كويسين، الكواليتي بتاعت البون كويسه، احط الزرعه في 5 دقائق او 7 دقائق واتفر الرقم يعني. ولكن لو واحد جاي عنده جدر مكسور وفي خراج وعايز يخلع الجدر ده ويعمل زراعه، هنا ياخد وقت. ليه بقى؟ لان انت هنا هتخلع الجدر بحاجه اسمها اتروماتيك اكستراكشن. يعني ايه اتروماتيك اكستراكشن؟ يعني هنحاول نخلع الجدر على قد ما نقدر من غير ضرر للعظم. لان طبعا انت عارف زمان كنا بنمسك الدرس بكماشه ورايح جاي رايح جاي، ده طبعا بيعمل ايه؟ بيعمل زي يعني ممكن بيكسر حته من العظم، تفقد حته من العظم. انت بتبقى عايز تحافظ على كل حته عظم موجوده علشان تقدر تحط زرعتك. فمهم جدا في بعد ما بنقدر نخلع بيحصل حاجه كمان مهمه جدا، تنظيف مكان اللي هيتحط فيه الزرع. لو في خراج في المكان زي ده طبعا ممكن يعمل لي ضرر ويعمل لي فيلير للزرعه. لو انا كدكتور شلت الجدر وحطيت زرعه، تلاقي العيان جالي بعد اسبوعين ثلاثه وش وارم وعنده مشكله. ايه المشكله؟ ان كان في خراج ما اتشالش. ففي حاجات كتير ممكن تاخد وقت طبعا، وفي حالات ما بتاخدش وقت. علشان كده هي مش مقياس، يعني في حالات بتاخد وقت وفي حالات ما بتاخدش وقت حسب الحاله. طبعا كيف نجهز مريض او يعني نحط مريض فتت للزراعه، مناسب للزراعه؟ ازاي نعمله ده؟ او يعني لو جينا نقول هنقول كل الكلام اللي احنا قلناه مهم. لو هو عنده الميديكال سيتويشن بتاعه سليم ما فيهوش مشكله، فهو يقدر على طول يشتغل يعمل زراعه الاسنان. لو هو كومبرومايزد بحالات معينه زي عنده مثلا مشكله مع مشاكل قلب، مشاكل ضغط، سكر حاجات زي كده، لازم بنظبط الحاجات دي كويس جدا مع التعامل مع الطبيب المعالج ليه. يعني بمعنى اصح انا بكتب روشته، بقول هو مثلا مريض قلب، بقول والله انا هعمل كذا 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 للحاله دي، فانا محتاج ابروفل من دكتور القلب بتاعه يديني ابروفل اشتغل. لان هي الموضوع انا طبيب اسنان او اخصائي زراعه اسنان مش طبيب قلب، فانا ما اقدرش اتدخل في شغله، لازم هو يديني الابروف للحاله علشان اقدر اشتغل. والسكر طبعا والضغط، يعني انا ممكن يكون كمان مريض حاجات كتير، سيوله بالظبط. فاحنا هنا اهوت دي حاجه من التجهيزات خلاص. طيب ان كيس ان العظم غير ملائم، يعني ما عندوش عظم، عنده فقدان في العظم، انحصار في العظم، حاجات كتير بنسمعها. لا هنا هو بقى بيبقى فيه حاجات كتير قوي. هنا هو بقى بنشوف بعد السي تي بنشوف الانحصار في العظم ده سببه ايه، لان السبب ده مهم جدا. هنتعامل مع ده ازاي؟ هنعمل بون جرافتنج، انواع يعني زراعه العظم. على فكره في ناس كتير بتسمعها كده وخلاص، ولكن زراعه العظم ممكن تكون من الشخص نفسه، ممكن يكون حيواني زي زينوجرافت، وممكن يكون صناعي خلاص. احنا طبعا بنفضل حاجتين اللي هم الاولانيين، اللي هو الجزء اللي هو من الشخص نفسه، ده بيبقى اكتر حاجه اسرع حاجه بتلم على طول وبيتعمل العظم على طول معاه، والزينوجرافت برضو مناسب جدا. الحالات دي كلها لازم تتجهز كويس علشان تقدر الزراعه تنجح معاها، لان في ناس كتير تقول لك عملت زراعه وفشلت. احنا بنقول ان نسبه زراعه الاسنان وهي موجوده، احنا دخلنا على الانترنت وكتبنا نسبه نجاح زراعه الاسنان 98%، ولكن هي اللي فعلا 98%؟ لا هي مش هي فعلا 98%، لان في ناس ما بتبقاش على درايه كامله بزراعه الاسنان وبتعمل زراعه اسنان، فدي بتقلل البرسنتج يعني نسبه النجاح طبعا. هنا مثلا في الحاله دي احكي لي بقى، كل زراعه الاسنان دايما حكاوي قصص طبعا. قصص
دي مشكله ان ده كان عامل كراون، عامل طربوش وسن معمول لها حشو عصب. يعني خلينا نقول ان السنه باظت او اتكسرت من جوه، فكان خلاص ما فيش قدامنا، كانت الكراون ده كان بيتلخلخ يعني، كان يعني يعتبر خلاص مش ماسك، فما كانش قدامه بديل غير زراعه السنه دي. الحاله دي احنا مصورينها ستيجز نقدر نتفرج عليها كمان ونشرح عليها واحده واحده. هنا احنا خلعنا السنه، حافظنا على حاجتين، الباكل بون او العظم الامامي للوجه علشان ما يحصلش فيه كولابس وتلاقي الوش دخل لجوه، ما يحصلش ان الوش يطبق بالظبط. وحافظنا على كل يعني، هو احنا عندنا تقريبا اربع جوانب، الاربع جوانب حافظنا على العظم فيهم علشان ما احافظ على كل نقطه عظم قدامي عشان ما احتاجش زراعه عظم بمعنى اصح. ممكن الصوره اللي بعديها هتلاقي برضو ايه، هنا جهزنا المكان، حطينا الزرعه. الزرعه طبعا هي الجزء اللي تحت خالص اللي هو لونه رمادي، الباقي ده حاجه زي بنمسك بيها علشان تمسك بيها الزرعه، لان الزرعه بتبقى معقمه فما ينفعش تمسكها بايديك فلحد ما تخش في الجرح. ده شكل الزرعه بعد ما ركبت تمام. ده كل ده في نفس الوقت في نفس الجلسه اللي بعديها دي، حطينا كمان حوالين الزرعه. لو بصينا كويس على الصوره هنلاقي ان في حواليه حاجات بيضاء، ده زراعه عظم، حطينا معاها زراعه عظم علشان نحافظ على الكونتور بتاع العظم بتاع الفك علشان ما يحصلش زي ما سمك العظم نفسه اللي بالظبط علشان ما يتطبقش زي ما انت قلت والكلام ده كله. فاحنا بنحافظ عليه بان احنا بنحط جرافت حوالين الزرعه. هنا هو ده شكل السنه لما اتخلعت واتعمل لها زراعه، شكل اللسة. شكل اللسة مهم جدا في زراعه الاسنان. ليه؟ علشان تحافظ على شكل سنه يبقى شكلها طبيعي بعد كده اهو، لازم يبقى شكل اللسة كويس. لو شكل اللسة مش كويس، ده هنا هو بعد ما اللسة حصل فيها هيلينج او يعني تعافت خلاص، واللسة قفلت خلاص على الزرعه والمكان بتاع الزرعه مفتوح اللي هو الخرم الصغير دوت، هنركب حاجه اسمها التمبري، تمبري كراون. العين بيقعد بيه 3 شهور ل 6 شهور مؤقت. مؤقت طبعا بيبقى شكله حلو بس بيبقى نون فانكشنال. يعني ايه نون فانكشنال؟ يعني بيبقى اوت اوف يعني اوكلوجن، يعني العيان لو عض هو مش هيحس بالكلام ده، ما بيعضش عليه. ليه؟ لان الزرع حتى في التحميل الفوري ما ينفعش تحمل عليها، لازم تديها فرصتها في اللي هي الاوسيو انتجريشن او الالتحام العظمي. ان هي يعني اكيد حضرتك فاهم الحته دي، ان الزرع عامله شبيهه شويه بالمسمار العادي، ففي ثريدز او في زي تعريجات بنستنى العظم ينمو جوه الحته دي يلتحم، يلتحم بيها التحام عظمي مع الزرعه. في حته الناس مش فاهمها على فكره، عايزك تشرحها للناس. التحميل، كلمه تحميل، الناس متخيله ان السنه يعني ايه، يعني ما اضغط عليها وبتاع، فاهمين غلط طبعا. هي بص، زراعه الاسنان لما بتيجي تتدرس ما بيدوش جراحه، اول حاجه بيبتدوا فيها فيزياء طبعا. ليه؟ لان هي الحته دي مهمه جدا في علم التحميل او اللودنج، زي الكوبري الكونستراكشنز اللي بيبني، مهم جدا ان ممكن هو بيبني هنا هو قاعده ليه وهنا ليه اخره، وفي زي عواميد معينه بطريقه معينه. ان الناس اللي دلوقتي ماشيه في الشوارع عارفه ان احنا بنعمل مترو، فبنشوف المترو بيعملوا له عواميد كده، هم دول اللي هيشيلوا الوتد، اللي هيشيلوا بالظبط. وبيبقى ليه دعم في الارض، يعني بيبقى ليه زي تحت حاجه ماسك علشان التوازن. خلاص، لان هو لو هنا عمود ده قوي شويه والعمود ده ضعيف، هتلاقي بعد فتره بعد تحميل المونوريل او اللي هو القطر ده وقع بالظبط، مش وقع، ممكن يكون عمل كده شويه مال كده. فده برضو بيحصل في زراعه الاسنان. خلاص، في عندنا توركس مهمه جدا لازم نبقى عارفينها ولازم نبقى فاهمينها، ان النهارده الزرعه لما هبتدي اعملها زرعه زي دي، امتى فكرت احط عليها تمبري ابطمنت يعني او تمبري كراون اللي احنا شفناه؟ لما جابت معايا تورك 45. ما ينفعش تبقى الزرعه وانا بدخلها، يعني تورك ده عباره عن ايه؟ وانا بربط الزرعه بيبقى فيه زي مقياس بالظبط كده، مقاومه الزرعه مع العظم. في ناس بتركب تمبري كراون على 25 وهو 30، يبقى ما فيش مقاومه، يبقى سايبه الزرعه، ما تبقاش سايبه قوي. 25 بس ضعيفه. فايه اللي بيحصل؟ ان العيان بعد اسبوع او اتنين او تلاته رايح للدكتور بالزرع. طيب الحاجات دي برضو احنا برضو بنبقى يعني، حتى اللي اخترعوا او عملوا فكره الايميديت لودنج او التحميل الفوري نبهوا الحاجات كتير. ما تديش الاعتماد كامل على الزرع. لو رجعنا معلش للصوره الاخرانيه هتلاقي كده في تريك صغيره يعني مهمه. ان احنا لما حطينا التمبري كراون على الزرعه ما حطيناهوش وبس، احنا مسكناه في السنتين اللي حواليه. لو يعني لو حد ده هتلاقيه ملحومه في السنه اللي جنبيها والسنه اللي جنبيها علشان ما حملش على الزرعه، لان لو حملت على الزرعه برضو انا هنا احنا مش عايزين نخاطر بالعيان.
وكتير قوي بنشوف موضوع ده، في ناس كتير بتخاطر علشان يعني انجاز، مش انجاز وبس، ماركتنج يعني من نوع الماركتنج، انا اعمل لك الزراعه وتمشي في نفس اليوم. العيان اللي بياخدها في نفس اليوم ده بتعمل ايه بعد كده؟ ما هي دي النقطه. بيرجع يتخانق معاهم بالظبط. ما هي عشان كده احنا مش بنجازف بالمريض، يعني احنا اهم حاجه عندك حته ان المريض يبقى طالع مبسوط واخد فانكشن وشكل برضه، دي مهمه جدا. الاشعه المقطعيه احنا يعني واضح ان انت اديتها قيمه كبيره، واضح ان ليها قيمه كبيره في الزراعه. طبعا هي من غيرها مش هنقدر نشتغل، او هنرجع تقريبا يعني سنين كتير ورا، ان احنا زي ما قلنا هنضطر نفتح قلاسه عشان نشوف العظم عامل ازاي. انا يعني زمان كانوا بيشتغلوا بطرق وانا اشتغلت بيه على فكره، اول ما ابتديت ادرس الزراعه كانت الاشعه المقطعيه موجوده، بس هم علشان يعلمونا قال لك اشتغل اتعلم بالطريقه القديمه. كنا بنتدرب على حاجات طبعا مش يعني مش انسان يعني، بس بنتدرب بتجيب زي دبوس وتشك اللثه، تشوف سمك اللثه قد ايه، وتبتدي تقعد ترسم كده رسمه، تشوف شكل العظم عامل ازاي، تخيلات. فتخيل انت التخيلات اللي كنا بنشتغل بيها زمان دي هي دلوقتي حقيقه على صوره. الموضوع يعني يعني فرق كأنك حضاري، كأنك ماسك الفك بايدك. طبعا انا بقول لك احنا كنا بنتمرن على يعني والله يعني زي ما بقول لك كنا بنجيب دبوس وبنرسم شكل العظم بالتخيل، وكنا بنشتغل البلان عليه. فطبعا لا الموضوع مختلف تماما النهارده على فكره. البرامج اللي بنشتغل بيها في الاشعه المقطعيه بقت متطوره كمان، يعني حتى مش التكنولوجي بس هي المهمه، البرامج نفسها اللي بنشتغل بيها بقى فيها على طول ابديتس، وفيها حاجات تسهل على الدكتور وتنجز له شغله. دي حته زي ما كنت بتتكلم في الاول، فكره حد عنده درس ورا مش مهم، بالنسبه لي مش مهم، لا مهم، علشان زي ما قلنا الهضم كويس. ما هو زراعه الاسنان مش واحد عنده سنه قدام اتفقدت فهنعملها زراعه، لا ورا وقدام، لان الزراعه فانكشن طبعا وظيفة. شكل طبعا. طب هنا مثلا اهو، هنا احنا شايفينها بقى الزرعه وهي محطوطه في يعني هي الصوره ما اعرفش واضحه ولا لا، واضحة. اللي هي الحته الجزء المعدن ده الجزء الخارجي بتاع الزرعه بنسميه عن الابطمنت خلاص، وبعد كده الكراون بيركب عليه بيبقى خلاص فانكشنال توس، يعني درس يقدر ياكل عليه ويتعامل بيه عادي جدا وبيعيش بيه على طول مدى الحياه يعني. ويكمل بقى علاج بقى، يجمع يعالج اللي وراه كمان. على فكره الحته دي اللي ورا ده حاجه اسمها امالجم حشو بلاتين قديم قوي. عايز اقول لك ان يعني نتكلم على الحته دي، الحشو البلاتين في عيادات في امريكا بتشيله، بس مش بتعمله، بتشيله بس ب $1,000. لان هو بيقول لك هو خطر. انا بضحي بصحتي عشان اشيل لك الحشوه دي والله. ولو دخلنا على اليوتيوب كمان هتلاقي العيادات دي بيلبسوا لبس زي بتوع المفرقعات يعني بيلبسوا. فعلا كانه داخل بتاع اشعاعي وبتاع تشيرنوبل في ميركوري في زيبه في زيبق. فطبعا لما بتيجي تشيله فبيعمل يعني بينتشر في المكان، فممكن الدكتور يعني يستنشقه. طبعا الحشو ده خلاص يعني راحت عليه من زمان وانتهى. دلوقتي طبعا في الحشوات التجميليه الموضوع ما بقاش اصلا باين، الحشو الغامق ده انتهى تماما خلاص، لانه بيعمل بيصدي وبيعمل مشاكل كتير في اللثه. يعني بره بيشيلوه باستعدادات خاصه. طبعا. احنا هنا في مصر بنضحي بنفسنا. انتوا دمتوا جبابره والله العظيم، بكلم بجد، المفروض ندي جايزه بجد الدكتور المصري بيضحي بنفسه، الدكتور المصري في طب الاسنان وعلى فكره في جميع الله يكون فوق. لا لا انتوا بالذات، اصلا بص الجراح ما بيشتغلش 12 جراحه يعني 12 ساعه في اليوم ولا 10 ساعات في اليوم، بيشتغل ساعتين ثلاثه وبيرتاح وبيقعد في العياده وبيروح. لكن انتوا عيني من اول اليوم لاخر اليوم موطين على بق العيان. فعلا هو فيزيكال ومنتال يعني، هو جزء منه نفسي ان انت مضغوط وعندك بتفكر والبلان هعملها ازاي والكلام ده كله، وجزء طبعا فيزيكال جسماني. جسماني يعني طبعا. انا من الناس كتير قوي من اللي بيمارسوا رياضه معانا بتوع طب اسنان بيقول لي انا بلعب ده مش عشان حاجه، عشان خاطر الفيزيكال اكتيفيتي بتاعتي. انا والدي قعد بسبب الموضوع دوت قعد 3 شهور عنده مشكله في الظهر، يعني ده هي معروف العمر الافتراضي بتاع دكتور السنان بيجي له وقت وعنده مشكله في الظهر لازم. لازم. عشان كده بيلعبوا رياضات كتير. احكي لي بقى القصه. دي بقى زي دي بدانا ندخل في التقايل بقى. الحاله زي دي حاله عندها تقريبا نص فك علوي مش موجود، يعني زي ما احنا شايفين عندها السنه اللي في النص على الجزء اليمين موجوده وعندها عامله تركيبه ورا، والجزء الشمال كله مفقود. فاحنا عملنا ايه؟ عملنا كمان علشان كان لو لاحظنا نلاقي السنتين اللي في الوش عندها فيها مشكله شويه ديسكولوريشن والكلام ده كله، فتدخل فيها دكتور احمد في التجميل هيعملها فينيبس، وهنعمل الجزء الشمال كله تركيبات على الزراعه. ممكن الصوره اللي بعديها برضو نبص عليها، هنا هو الشكل بتاع زراعه الاسنان مع الفينيبس.
حاجه مهمه جدا في الحته دي، مهم جدا ان المريض بتاع زراعه الاسنان يفهم كذا حاجه. شكل اسنان التركيبات بتاعه زراعه الاسنان مش نفس شكل التركيبات بتاعه زراعه او بتاعه الاسنان الطبيعيه. في فرق. ليه في فرق؟ لان انا النهارده لما بعمل زراعه سوري تركيبه على سنه طبيعيه، انا عندي سنه جوه العظم ومرسوم عليها اللثه، فانا بعمل عليها شكل سنه. لكن انا لو عندي زرع جوه العظم هعمل عليها الكلام ده ازاي؟ دي مجرد حاجه طالعه حديد، وكم واحده هم اللي شايلين لي السته دول، تقريبا ست اسنان شايلين لي دول. فبيحصل ان في فرق في الشكل بس ما بيبقاش ملحوظ للمريض، احنا بنبقى عارفينه. احنا بنبقى عارفينه طبعا. اذا لازم يبقى فاهمين ان هناك فرق بين الكراون بتاع التركيبه طبعًا. او بتاع الاسنان اذا كانت موجوده التجميليه والكراون اللي فوق الزرع. وبيستخدم كمان في تركيبات زراعه الاسنان حاجه اسمها رسمه لثويه، لان ما عنديش رسمه لثه في تركيبات زراعه الاسنان. فساعات بني حاطين بيز لونها لون اللثه وكان نرسم شكل السنان بتاعتنا. دي في حالات كتير. ده مريض كان ده عنده فكين، يعني فك علوي وفك سفلي، ما فيش اسنان خالص، وكان مريض سكر. يعني عشان هنتكلم برضو حتة عن مرضى السكر، في الحتة دي مهمة جدا. كان مريض سكر، قلنا له كلمتين، احنا هنعمل استعاضة، احنا فقدنا اسناننا كلها وهنعمل استعاضة ان شاء الله بزراعة الاسنان، ولكن عندي مهم ان انت تحافظ بقى على سكرك. ما انا النهاردة مش هعمل، يعني في ناس فاكرة ان انا هعمل زراعة اسنان اسيب سكري بقى يعلى وما عنديش مشكلة والدنيا كويسة والكلام ده. لا طبعا ما فيش الكلام ده. زي ما حصل لاسنانك ممكن يحصل لزراعة الاسنان لو ما حافظتش على السكر. هنا هو بعد التركيب الفك العلوي والفك السفلي، هنلاقي لها صورة تانية برضو. دي هو صورتين، هما صورتين بس. يبقى هي الفك السفلي برضو اللي تحته اللي هو بالظبط. دي كانت زراعة فكين يعني. بالظبط. السن كام سنة كان؟ ده تقريبا 64. يعني برضو هو صحيح. كان لا مش كبير، بس هي الفكرة كلها طبعا معظم حالاتنا اللي هتلاقيها قرش او فك مريض سكر. مريض سكر يا اما انسان مهمل برضو، دي يعني مش كتير بس موجوده. بس صعبه قوي يفتح سنان من غير سكر. هنا دي حاله برضو سنتين في الامام طبعا. هنا العيان بقى اللي بيجي في الحته دي بالذات ما بيفكرش في اي حاجه غير شكل. يعني هو جاي لك اساسا ما يقولكش فانكشن ولا انا مش عارف اقطم ولا الكلام ده كله، جاي لك شكل. مهم قوي هنا تدخل حاجتين بقى، دكتور زراعه الاسنان ودكتور التجميل، لان هما بيكملوا بعض هنا في الحته دي. فمهم التركيبة حالة زي دي مهمة جدا وبنتعب فيها جدا عشان توصل في الآخر لشكل كراونز قريبة جدا لشكل الأسنان. ده 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 أهم حاجة، لأن المريض برضو جاي لك في الحتة دي قلت لك ليه شكل مش فانكشن. وطبعا ما يكمل بقى لما يثق في عالم تجميل الأسنان بيبدأ يكمل بقى بقية السنان يظبطها. طبعا يبدأ بقى يشاف شكله وبسط. طبعا في حالات بتبقى مثلا بنشتغل فيها زراعة ويجي علشان يقول لك لا ما كده وكده برضو محتاج شكل كل سنان يبقى حلو، مش محتاج بس سنه او سنتين. دي حاله زرعتين على الناحيه اليمين والناحيه الشمال، كانت تقريبا اللي هم بنسميهم بريمولرز او الضروس الصغيره شويه، واحده يمين واحده شمال. ودي في الغالب بتيجي الحالات دي بيبقوا مرضى كانوا بيعملوا تقويم قبل كده، بيبقى عندهم بقى ضرس مخلوع في التقويم اتخلع الكلام ده كله. الحته اللي احنا شايفينها الجزء الخارجي ده جزء اسمه اباتمنت، اللي بيركب عليه كراون في الاخر عشان يبقى الشكل النهائي ده، يعني اللي احنا شايفينه دلوقتي. وبرده الناحيه الثانيه هتلاقي نفس الكلام. وشوف السنه شكلها جميل لوحدها ازاي، يا رب بقى يهتم ببقيه سنانه ويظبط يشيل بقى برده بتاع الغامق الجنب ده، هو برده من الحاجات القديمه الملجم. الحشو البلاتين. الحشو القديم ده البلاتين. هنا لا خلي بالك الحشو البلاتين هتلاقيه معظم، يعني هتلاقيه في معظم بق الناس المصريين. خصوصا الخمسينات والستينات. طبعا لان هم حاشوا زمان. لازم نعمل حلقه على الحشو ده ونتكلم عنه. اتكلمنا عنه قبل كده بس هو فعلا يعني انا دايما، انت ممكن تظهره مره الفيديو يعني شكله مرعب لو جبته من على اليوتيوب، لان هو ما فيهوش حاجه تخوف، بس هو فعلا استعدادات شيل الحشوه زي دي غريبه قوي، بيستخدموا حاجات غريبه. زبق ده بدا سمع. طبعا مش الزبق الاحمر، لا ده زبق بجد العادي. يعني بدا وبتعمل التهاب عصبي. طبعا هنا مثلا الحاله دي جميله قوي. الحاله دي برضو درس خلفي، يعني هتلاقي برضو يعني في حته الناس، في ناس بتقدر ده بالذات لما يبتدي يحصل له مشكله في المعده. يعني في مثلا بيشنت مثلا يروح لدكتور عندي مشكله في بطني والكلام ده كله، يروح للدكتور
على فكره دكاتره بطنه بقت عارفه الحته دي، يقولوا انت اكيد عندك سنان ناقصه، يفتح يبص يقول له اه الطواحن عندك مش موجوده، انت بتبلع الاكل صحيح، عشان كده في مشكله على طول. دي حاله كويسه وكان عظمها سليم، وشوف حتى العرض بتاعه مكان متحافظ عليه يعني. وفي حالات كتير يعني مش دايما بنلاقي الحاله كويسه وجاهزه للزراعه. انا عايز اتكلم في الحته دي مهمه جدا برضو. هنا دي الجزء الخارجي بتاع الابطمنت، وفي الشكل النهائي هتلاقي الكراون ركب عليه، فاصبح عنده الدرس كامل يعني. إذا لم تكن المكان في يعني مش جيد والعظم مش جيد، بص هقول لك حاجه دكتور ايمن، احنا في مصر عندنا مشكله كبيره قوي بالذات مع اسناننا. احنا مهملين في نفسنا ليه؟ علشان حاجتين، جزء مادي وجزء بنخاف من الدكاتره. احنا بيبقى عندنا تصور ان دكاتره الاسنان غاليين جدا، وعندنا تصور دايما ان انا دكتور اسنان هيوجعني جدا. خلاص طيب ايه اللي بيحصل؟ ان هو بيبقى عنده مشكله تسوس بسيط جدا في اسنانه، يسيبه يحصل له شويه تلاقي قلب حشو عصب، يسيبه ياخد مضاد حيوي ينزل الصيدليه يديله مضاد حيوي مسكن، فعلا الخراج بيروح وكده وقت. يسيبه يحصل ايه؟ يبتدي يحصل تاكل في العظم. يعني ايه يحصل تاكل في العظم؟ الابسس او الخراج اللي تحت ده عايز يكبر، كل ما هيكبر كل ما هياكل اكتر في العظم، فيصبح ما عندوش مكان يتعمل فيه زراعه. يبتدي يعني دي مشكله بنقابلها، ان دي بتكلف اكتر اصلا في زراعه الاسنان، بتزرع عظم قبل زراعه الاسنان يعني. فاحنا دايما بنقول للناس ايه؟ سيبك من زراعة الأسنان، أول ما يبقى عندك مشكلة في أسنانك توجه لدكتور أسنان، إن حلها هيبقى بسيط، تمن حشوة أو حاجة، لو بتكلم في حتة مادية هيبقى حشو حاجة بسيطة جدا، بلس إنه هو مش هيوجع أصلا. معظم الحشو دلوقتي بيتعمل أصلا من غير تخدير لأنه مش مؤلم، فدايما نلحق نفسنا. عشان كده بره دايما تلاقي فيه الدنتل تشيك أب كل ست شهور. ليه؟ كل ست شهور أبص على العيان، آه خلي بالك النهاردة في حشو، في شويه تسوس عايزين نلحقه عشان ما يقلبش كمان ست شهور اللي بعديهم حشو عصب وهكذا يعني. فدي مهمه جدا. بلس ان في ناس تقول لك ايه؟ طب اروح للدكتور واخلعه، درس بقى تعبني اروح للدكتور واخلعه، يسيبه ست سبع سنين يحصل ايه بقى للعظم؟ كولابس، اتروفي، تاكل، فيجي بقى يقول لك بعد ست سنين يفتكر لك انا عايز اعمل له زراعه، يكون القرار متاخر جدا جدا. انت رديت النهارده في حوارك الجميل الممتع دوت على كتير من ما يسمى ب الفتي في عالم الزراعه. في فتيين دول مفاهيم غلط، واحنا اختصرنا الفتيين دول فابو العريف ده شخصيه احنا ابتكرتها شخصيه لطيفه جدا بتبتكر افكار ممكن تودي الدنيا في داهيه. في عالم الزراعه ابو العريف ده ضرك ضرر رهيب. هسمعك حاجه كوميديه جدا من افكار ابو العريف. يلا بينا. يلا بينا. يا باشا هو مهمل في سنانه من يوم ما اتولد ولا على باله، دلوقتي معجب بواحدة وعاوز يتقدم لها، قالك هروح لدكتور أسنان ياخدني مقاولة، حاجة عاوزة حشو، حاجة عاوزة برد، حاجة عاوزة خلع، زراعة، تجميل، كفة شيء يعملهولي. قلتله عن انت طول عمرك مش فارق معاك شكل سنانك ولا بتوجعك ولا مضايقك في حاجة، عاوز تظبط شكلك عشان خطيبتك، روح للدكتور قول له يا باشا زي ما انا كده حط لي فينير، اللي هيفرق مع خطيبتك الشكل اللي ظاهر واللي تحته، مادام مش فارق معاك وفر فلوسك ووفر وقتك ووفر مجهودك، ربنا يتمم بخير يا حبيبي. على فكره عجبتني الفتيه دي لانه ناس كتير ممكن تيجي عندكم في المركز تقول لي اعمل لي فينير. بص هقول لك على حاجه، ده مش فتي وبس، ده العيان ساعات بيفرض عليك خطه علاجيه. يعني هو ده فرض عليك خطه علاجيه. هو راح ما خلاص بقى عمل سكيب، هو محتاج حشو عصب ولا مش محتاج؟ طب هو عنده ساعات في سنان يعني، في ناس والله يعني دكتور احمد كمان يقول لك على القصص دي، يعني بنشوف حاجات يعني كتير بنقعد نضحك بعديها. واحد يجي لك سنانه متكسره جدا يقول لك انا عايز اعمل فينير، طب انت محتاج حشو عصب؟ محتاجين بناء للاسنان المتكسره دي عشان نعمل فينير؟ لا 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 مفيش، اعمل فينير على طول عليه. كانك انت مثلا انا مش دكتور بقى. الفينير دي بالظبط بتفكرني والله العظيم بكلمك بجد، الفينير دي بتفكرني بفكره الناس عن كسوه الكراسي بتاع زمان. صح. عارف الكراسي بتاع زمان؟ عارفها طبعا. الكراسي بتاع زمان كانوا يجي يروحوا جايبين عاملين لها وهي بايظه ومتقطعه وماشيه جديده وعاملها ومحدش شايف اللي تحتيها. انا عايز اقول لك على حاجه كمان يعني اتصدمت فيها جدا،
كنت من كام يوم بفتح كده ابلكيشن، وده مش صح على فكره اللي احنا بنقوله ده. كنت بفتح ابلكيشن كده، هو مشهور جدا في مصر يعني، بتاع الاي كوميرس والشراء الالكتروني والكلام ده، لقيت فعلا عليه هوليوود سمايل. يعني انت يعني والله ما كلامك جد، وغاليه جدا وسعرها غالي مش رخيص. وبعدين انا عارف دي ايه، دي عباره عن يعني شكل فعلا كاوتش بتحط في ميه سخنه تحطه على اسنانك ياخد الشكل، وغاليه مش رخيصه، حطينا سعرها وهي سعرها مش كده، وهي مضره جدا. هي مش هي ما بتعملش حاجه، هي شكلها بيبقى في الاخر اللي بيحطها بيبقى شكله مضحك يعني. هي بتبقى حاجه زي الافلام اللي هي الرعب الكوميديه. الافلام الرعب الكوميديه ما بيعملوا مسلسل، كانوا عاملين مسلسل لطيف كده في مصر كوميدي عن مصاصين الدماء، هم كانوا جايبينها. ايوه جايبين النوعيه دي وحاطينها عشان يعملوا مصاصين الدماء، شكلها مضحك يعني. لا هي مكتوب اسمها هوليوود سمايل، يعني هي حاجه طبعا يعني هي نصب طبعا، يعني ملهاش علاقه بولي. لا طبعا ملهاش علاقه بهوليوود سمايل ولا اي حاجه طبعا. انت امتعتنا ووجودكم معانا اضافه كبيره وهائله، احنا اتشرفنا وممتعه معك. واحد من نجوم عالم الزراعه، انت نورت بجد وباسلوبك الجميل الهادي اللي تنتقل في الشرح العلمي للزراعه. لا هنسمع كلام رائع جدا جدا جدا، وحييكم على العمل الجماعي وعلى وجودكم معانا يعني، وقبولكم دعوتنا، فده اضافه كبيره جدا. احنا اتشرفنا بوجودنا معاك في برنامج الدكتور، وزي ما قلت لك هو برنامج عريق يعني بقاله فوق العشر سنين طبعا، فيعني ده شرف لينا احنا. اشكرك شكرا جزيلا، ضيفي العزيز القمة العلمية المتميزة والاسم اللامع في هذا المجال عالم الزراعة، واحد من سوبر ستارز عالم الزراعة، دكتور نبيل السبعي، اخصائي زراعة الاسنان، والحصل ماستر شيب في زراعة الاسنان من الـ RCOI، وزمالة زراعات الاسنان من جمعية الاسكندرية لزراعة الاسنان، وماجستير ادارة المستشفيات من الاكاديمية البحرية، كان ضيفي في واحدة من ارقى حلقاتنا على الاطلاق. كالعادة الاسنان لها بريقها الخاص في عالم الدكتور. الدكتور أحمد عساف، أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشورة دولياً، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. في العزيز الصديق والزميل العزيز وطبعا جراح العيون العالمي الاستاذ دكتور احمد عساف، اهلا بيك يا دكتور احمد. اهلا وسهلا. ايه النور ده؟ ده نورك مشرفنا. نور الدكتور. لا 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 نورك انت، احنا سعداء جدا اولا بقبولك الدعوه، وسعداء باختيارك الموضوع. فهمت سمايل، حاسس كده انه لسه برضو او يعني بقالنا كتير ما اتكلمناش عنه. هو فعلا اولا كتير قوي من المرضى، او مرضى انا باكد برضو ما احبش اقول مرضى، الناس عامه اللي عايز يعني يتخلص من النضاره بيسال تحديدا على الفيمتو سمايل. فيمتو سمايل دي تكنولوجي عاليه جدا، هو ده المستقبل بتاع اصلاح الابصار، لكن لازم نبقى فاهمين كويس قوي ان ما ينفعش لكل العيون. فانا اعتقد احنا دورنا احنا نوضح ان الفيمتو سمايل ده عباره عن ايه، وايه اللي ليه وايه اللي عليه. علشان فاكره الناس ان هو ان الفيمتو سمايل خلاص يعني انا ما ينفعليش ليزك، ما ينفعليش اكس من العمليات، فانا راح اعمل فيمتو سمايل وخلاص، او الفيمتو سمايل ده هو ده اللي يعني اخر حاجه وده احسن حاجه موجوده. لا، فاحنا عايزين نوضح الكلام ده. على كالعاده جملتك فيها المضمون كله، يعني الجمله اللي انت قلتها النهارده دي في الاول الكلام اللي هي ان الفيمتو سمايل هو ايه، هو يصلح لمين ما يصلحش لمين، مضمون الكلام كله، بس هنفصصها بقى حته حته. فابدا بالاول، ما هو الفيمتو سمايل؟ الفيمتو سمايل هو باختصار شديد، اولا خلينا نتفق، انا عايز اوضح تاني للساده المشاهدين ان القرنيه اللي هو الجزء الخارجي من العين هي عباره عن طبقات زي الورق ده بالظبط كده، وعددها حوالي 200 طبقه. اي عمليه بنعملها القرنيه لو كانت مقوسه بالشكل ده، فانا عايز اصلح قصر النظر بخليها اقل تقوسا، لو واحد تاني عنده طول نظر انا اخليها مقوسه اكتر، استجماتيزم بشتغل على محورين مختلفين عن بعض. المهم يعني انا بغير في شكل القرنيه، سواء كانت كده بخليها اكتر او سواء كانت كده بخليها مفلطحه اكتر، لو عايز اصلح طول نظر او اصلح قصر نظر، فاحنا بنغير في تحدب القرنيه. ازاي الكلام ده؟ عن طريق شعاع الليزر. شعاع الليزر ان هو في الاخر بيقعد يصنفر في القرنيه علشان يغير شكلها، فبالتالي حجم او سمك القرنيه بيقل. مفيش عمليه اصلاح ابصار بتحصل على مستوى القرنيه الا لازم يتبعها ان انا اغير او اشيل طبقات من القرنيه، حتى الفيمتو سمايل. لان في ناس فاكره ان الفيمتو سمايل ما بيشيلش طبقات من القرنيه، ابدا.
الفيمتو الليزر السطحي بيشيل من سطح القرنية، يشيل طبقة 2-3 من سطح القرنية. ودي المشكلة سطح القرنية، ان الطبقة دي حساسة قوي، دي اللي بتحس بالألم، ففترة النقاهة بعد العملية بتكون صعبة شوية، صغيرين العيان بيحس بحرقان وشكشكة تمتد ساعات لمدة 4-5 أيام بعد العملية، وفي شبورة ساعات تقعد في العين عبال ما الأنسجة تلتئم تاني تمتد ساعات لأسبوعين بعد العملية، ففترة النقاهة بتكون سخيفة شوية. والطبقة كمان السطحية دي هي مهمة جدا في تحديد قوة نسيج القرنية. دي الليزك أو الفيمتو ليزك، كلمة ليزك بالكاف أو بالكي بالحرف الكي، ان انا قالوا خلاص نشيل الطبقة الحساسة دي ما نشتغلش عليها خالص، ابعدها عن مسار الليزر، اقلبها كده هوت. الطبقة دي فيها الاعصاب وفيها انسجة القرنية اللي هي بتحافظ على شكل القرنية، نبعدها وننزل شعاع الليزر كده هوت. زي ما باين هنا في الفيلم، احنا هنا هوت بالليزر دلوقتي بنعمل قطع في القرنية، انا ما بصلحش حاجة، انا لسه بعمل قطع في القرنية. دي السطح القرنية اللي هو فيه الاعصاب اللي بتحس، اللي فيها الالم، مصدر الالم، انا بعيدها عن مسار الليزر دلوقتي، بقلبها زي الكتاب كده هوت. شعاع الليزر بعد كده شعاع تاني بينزل يصلح عيوب الابصار اسمه اكزيما ليزر، الاولاني كان فيمتو ليزر، وده شعاع تاني اسمه اكزيما ليزر، صلحت عيوب الابصار، ارجع الطبقة دي تاني مكانها. انا عملت كده ونزلت شعاع ليزر ورجعت دي تاني مكانها. الفيمتو سمايل بقى، طب انا بعمل اولا في الليزك، انا بعمل كده، انا بصلح عيوب الابصار، يعني بشيل طبقة او طبقتين من القرنية، بشيلهم خالص. طيب لو انا بعمل بعد كده بقى فيمتو سمايل، ايه الفيمتو سمايل بيعمل ايه؟ انا بعمل فتحة صغيرة قوي وبخش وبشيل انا طبقتين من القرنية او ثلاثة بالشكل ده كده، بشيلهم خالص كده هوت، بس انا ما لمستش سطح القرنيه خالص، بشيلها من طبقات القرنيه الداخليه. هنا هو شعاع الليزر هنا بيعمل بيقطع في القرنيه بس في طبقات القرنيه الداخليه، وبشيل بعد كده الطبقه دي اللي انا شلتها، بحدد سمك الطبقه دي على حسب قصر النظر عند المريض، كل ما القصر النظر يزيد اكتر ممكن يبقى الطبقه دي تبقى سمكها اكتر، لكن في جميع الاحوال هي ما بتفرقش كتير. في الفيمتو سمايل بيبقى حوالي 30 مايكرون كلها من اولها لاخرها، يعني بشيل السمك ده بشيله خالص والمريض بيرجع يمارس حياته بشكل طبيعي تاني. ايه المميزات في فيمتو سمايل؟ اولا لازم المرضى او السادة المشاهدين يعرفوا ان انا برضو رفعت القرنية في الفيمتو سمايل، ان انا شلت طبقات من القرنية، شلتها بس شلت من طبقات القرنية الداخلية، فانا ما لمستش سطح القرنية وبالتالي مفيش احساس بالالم بعد العملية. فترة النقاهة سريعة جدا، ان فترة النقاهة بتعتمد على سطح القرنية ده، فترة النقاهة بتكون سريعة جدا، ان المريض يقدر يمارس حياته بعد العملية بيومين ثلاثة. يمكن النظر يقعد مزغلل شوية صغيرين لفترة ساعات تمتد ممكن لأربع خمس أسابيع، لكن بيمارس حياته بشكل طبيعي. يمكن يلاحظ ان الرؤية يعني مشبرة شوية صغيرين، الرؤية مش واضحة بالليل قوي زي ما هو كان متخيل، هتستقر في خلال أربع أو خمس أسابيع بعد العملية، وساعات تستقر في خلال أسبوع بس. لكن احنا بنقول للمريض بعد يومين تقدر ترجع لشغلك عادي جدا، مفيش اي الم، يمكن احساس الشك بيكون بسيط جدا ان انا ما لمست السطح القرنيه خالص. وفي نفس الوقت ليها ميزه ان جفاف العين اللي هو مشهور بعد عمليه الليزك او الليزر السطحي بيبقى نسبته اقل مع الفيمتو سمايل. فاذا الفيمتو سمايل هو تكنولوجي ظهرت جديده ليها مميزات، ان هي فتره النقاهه بتكون اقل، الإحساس بالألم بيكون أقل بعد العملية، نسبة حدوث جفاف العين بتكون أقل، لكن بتشترك مع الوسائل الأخرى زي الليزر السطحي والليزك إن هي برضو بتشيل طبقات من القرنية وبترفع القرنية، وليها شروط زيها زي شروط الليزك بالظبط. اللي ما ينفعلوش ليزك ما ينفعلوش فيمتو سمايل، عشان الناس فاهمة غلط، ما ينفعليش ليزك فأنا أروح أعمل بقى فيمتو سمايل، لا، إحنا بنعمل فيمتو سمايل لحاجات معينة. على سبيل المثال واحد رياضي بيلعب كرة بيلعب بوكس، فاحنا مش عايزين نقرب من سطح القرنية خالص، نخلي القرنية زيها زي الشكل الطبيعي، فبنعمل فيمتو سمايل. واحد عنده جفاف في العين مش عايز يزود الجفاف اللي عنده بعد العملية، اعمله فيمتو سمايل. يمكن دول اكتر حاجتين بنعمل فيهم فيمتو سمايل. او واحد مثلا عايز يعمل العملية ويسافر بسرعة، مش عايز فترة النقاهة ومش عايز متابعات كتير، اوكي نعمله فيمتو سمايل. غير كده هوت كل ما هو ضد الليزك هيبقى برضو ما ينفعش مع الفيمتو سمايل. لكن الفيمتو سمايل لعيوب، ما ينفعش فيه الاستيجماتيزم او ما بديش دقة عالية في تصليح الاستيجماتيزم زي الفيمتو ليزك. ما بينفعش لتصليح طول النظر، اي مريض عنده طول نظر يعني مقاس النظارة بتاعته بالبلس بالموجب
ما ينفعلوش فيمتو ليزي، ما ينفعلوش اسف، ما ينفعلوش فيمتو سمايل من الاول كده اهو. لسه التكنولوجي دي ما ظهرتش، يمكن تظهر في خلال 4-5 سنين اللي جايين دول، تعتمد دوليا، لكن لسه هي في مرحله التجارب. الفيمتو سمايل اللي تصليح طول النظر لسه في مرحله التجارب، يمكن تعتمد دوليا بعد سنه سنتين ثلاثه، توقعاتي 4 سنين. لو حطينا طيب حاجتين انا شايف ان الناس ممكن تلخبط بينهم وبين بعض، الفيمتو سمايل جنب الليزر السطحي، عشان نقارن بين الاثنين، نفكر الناس بمعنى الليزر السطحي. الليزر السطحي ان انا بشتغل بشعاع الليزر او الاكزيمر ليزر هنا اهوت، ما بشتغل ما بستخدمش الفيمتو خالص على سطح القرنيه. انا كل الهدف بتاعي، نفترض اشهر حاجه قصر النظر، قصر النظر القرنيه بتاعتنا بتكون كده اهوت، احنا بنخليها اقل تحدبا، يعني بصنفر من النص، بشيل طبقات من منتصف القرنيه، عدد الطبقات دي بيتناسب مع كميه قصر النظر اللي عايز اصلحها، وليا حدود ما اقدرش اتعداها. يعني عادة بنعمل الليزر السطحي لغاية سالب 6-7-8، كان زمان بنقول لغاية سالب 4، دلوقتي بنقول لغاية سالب 6-7 ماكسيمم 8. أكتر من كده بيبقى قلقانين شوية صغيرين. طيب هنا هوت كل اللي عملته إن أنا رفعت القرنية بتاعتي. ده اللي على اليمين ده الليزر السطحي. لا ده اللي على اليمين ده الليزر السطحي. البي آر كي. واللي على الشمال ده الفيمتو سمايل. هنا هو ليزر سطحي، أنا هنا هوت بشيل شعاع الليزر بيشتغل على سطح القرنية، ده ليزر سطحي. في البي ار كي في الفيمتو سمايل انا بقطع من انسجة القرنية الداخلية بالفيمتو ليزر بنوع تاني من الليزر خالص غير اللي بستخدمه مع الليزر السطحي، وبشيل الطبقة دي بملقاط بعد كده وبشيلها بايدي على طول مباشرة. فالاثنين بيرفعوا القرنية، بس في واحد بيشتغل على سطح القرنية المنطقة الحساسة، وواحد تاني بيشتغل تحت سطح القرنية والمنطقة اللي ما بتبقاش حساسة، ما فيهاش أي إحساس بالألم، فبالتالي فترة النقاهة بتكون أقصر من الليزر السطحي. لكن إحنا بنتكلم إن كل حاجة لها مميزاتها وعيوبها. الليزر السطحي قد يكون أأمن من الفيمتو سمايل، واخد بال سيادتك، لكن هو ليه حدود. الحدود بتاعته إنه ما أقدرش أصلح لغاية سالب أكتر من سالب 8. الفيمتو سمايل لا، ممكن أصلح سالب 8 و9 و10، بس بشروط برضه، لازم الشروط دي تستوفى. ما ينفعش ان انا اي عيان عايز يعمل فيمتو سمايل عنده سالب كبير اروح اعمله فيمتو سمايل، لازم الشروط تستوفى من ناحيه سمك القرنيه، من ناحيه شكل القرنيه، نتاكد ان ما عندوش اي مشاكل في القرنيه بتاعته. ففتره النقاهه بتاعت الفيمتو سمايل بتكون اقصر اكيد من من الليزر السطحي. نسبه الجفاف بتكون اقل اكيد من الليزر السطحي. الاثنين لو نفترض واحد عنده سالب 8 هعمله ليزر سطحي، وعين تاني هعمل لها فيمتو سمايل، الفيمتو سمايل هتتحسن بسرعة، الليزر السطحي ياخد وقت أطول، لكن بعد كام شهر، نقول شهرين على في المتوسط، الاثنين هيبقوا نتيجة واحدة. ده لو الاثنين ينفعلوا، بس هنا فترة النقاهة تبقى أقصر. عايز أروح لكيس تانية مهمة قوي، وأعتقد إنها في رأيي أنا ده المريض فعلا، يعني لو الاثنين دول ما يتقالش عليهم مريض، ده مش هنقول عليه مريض، بس ده فعلا قريب منه يتقال عليه مريض، اللي هو راجل سالب 15 بقى وسالب 16 وسالب 14. ليه؟ أنا بتالي ده أكثر حرصا على إنه يعمل تصحيح بصر من أي حد تاني، لأنه أكيد عنده إعاقة حقيقية. ده نظرته لما بتتكسر مشكلة، ده مش هيقدر يتحرك من 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 بيته، من أوضته، يعني ده بيته بالنسبة له خطر، دخوله المطبخ خطر من غير نظارة، يعني دخوله الحديقة بتاعته خطر، لو لعب مع أطفال خطر، لأنه ما بيشوفش من غير نظاره خالص، سالب 15 او سالب 14، وده بعيد عن الفيمتو سمايل والفيمتو ليزك والليزر السطحي. بصوا حضرتك، احنا تصحيح عمليه تصحيح الابصار ممكن نشتغل على حاجتين. العين فيها عدستين مش عدسه واحده، يعني احنا كل كلامنا بنتكلم ان العين فيها عدسه، لا هي فيها عدستين. القرنيه دي عباره عن عدسه، هو السطح الخارجي من العين الشفاف دي عدسه. فلما بشتغل على سطح القرنيه بشتغل عليه بالفيمتو ليزر او بشتغل عليه بالليزر السطحي او الفيمتو سمايل، كده انا بشتغل على العدسه الخارجيه اللي هي القرنيه. لو ما ينفعش سمك القرنيه، ما ينفعش ان انا اصلح السالب 15 او السالب 18 او السالب 14 او 13، هنا بنشتغل على العدسه الثانيه. لازم نشوف العدسين. لو شفنا الفيديو الاول اللي انتوا كنتوا عارضينه في الاول بتاع العين تركيبها، هنفهم ان العين اكتر من عدسه، حتى انا قلت طقم عدسات العين. بالظبط، هما عدستين فعلا مش عدسه واحده، عدسه جوه العين، العدسه البلوريه، والعدسه الخارجيه اللي احنا بنقول عليها القرنيه. لو هشتغل على القرنيه بشتغل بالليزر، لو هشتغل جوه العين انا ممكن اشتغل
ان انا احط على العدسه البلوريه نفسها عدسه تانية، ازرع عدسه تانية بعد ما تبقى عدسه لاصقه على سطح العين، ازرعها جوه العين. هنا بنسميها عدسه لاصقه منزرعه، ودي اكتر حاجه تناسب الناس اللي عندهم سالب 15 او سالب 14. دي طقم عدسات العين اهو، اهي دي هنا بيبين العدسه ان هي بتغير كمان في شكلها. عدسه العين البلوريه الاصليه بتغير في سمكها، طبعا انا عايز اشوف حاجه قريبه او عايز اشوف حاجه بعيده. الهدف بتاعها ان انا بعمل حاجه اسمها اكوموديشن، او انا بغير قوه العدسه على حسب ببص على حاجه بعيده ولا ببص على حاجه قريبه. أوه. ودي اعجاز. ده طقم عدسات العين القرنيه في الاول، وادي العدسه بالظبط. فهنا عندنا عدستين ورا بعض. لو هشتغل على القرنيه دي حاجه، لو هشتغل على عدسه العين دي حاجه. غالبا جرى العرف ان احنا بنشتغل على عدسه العين الداخليه، ان انا ازرع فوقيها عدسه ثانيه، او ان انا ساعات اشيلها واستبدلها بعدسه تانية عشان اصلح سالب كبير. سالب 10 11 12 وهكذا. لو السالب قليل وسمك القرنيه يسمح، فانا قدامي اختيارات كتيره قوي. استخدم بقى فيمتو ليزك اشهر حاجه، او الفيمتو سمايل، او الليزر السطحي. زراعه العدسات بقى كلمني عنها شويه. والله الناس بتخاف، ما اعرفش يعني بتخاف منها. انا عايز اوضح بس ان زراعه العدسات من انجح العمليات، بتختلف طبعا، بتختلف اختلاف كلي عن عمليه الميه البيضاء مع زرع عدسه، عشان الناس بتلخبط الاثنين مع بعض. عمليه الميه البيضاء عشان نستبعدها، ان انا عدسه العين هي معطوبه بايظه معتمه، انا بفتتها وبشيلها وبحط مكانها عدسه ثانيه، وده مستبعد في الناس اللي عايزين يصلحوا عيوب الابصار، خاصه لو سنهم صغير. طب دول بنعمل لهم ايه؟ اللي هم عندهم سالب كبير، واحده او واحد عنده سالب 14 او 15 وسنه حاجه 20 سنه او 30 سنه او 35 سنه، عايز يصلح عيوب الابصار، انا مش هشيل عدسه العين واحط مكانها عدسه ثانيه، انا هزرع له عدسه. ففرق كبير جدا، انا بزرع عدسه فوق عدسه العين الاصليه. العمليه دي بتبقى عمليه بسيطه جدا، بنعمل فتحه حوالي 2 3 ملي هنا اهوت، وبتتعمل تحت مخدر موضعي، ممكن تتعمل تحت مخدر سطحي زيها زي الليزك بالظبط، والمريض بيبقى صاحي. العمليه ما بتاخدش اكتر من 6 دقائق بالظبط، ويمكن تكون اقل كمان. هنا اللي بيلمع ده عدسه العين الاصليه، واللي مبرومه وبتتفرد دلوقتي دي العدسه اللي بنحطها فوق عدسه العين الاصليه. بتبقى عدسه رقيقه جدا، يعني سمكها بيبقى ساعات حوالي 20 من الالف من الملي، تتحط فوق عدسه العين الاصليه علشان تعالج استجماتيزم، وتعالج كمان قصر نظر، وفي بعض الاوقات بنعالج كمان بيها طول النظر. بنثبتها بس جوه العين كده اهو بالمنظر ده. الموضوع ده كله بياخد بالظبط 6 دقائق او اقل، والمريض بيكون صاحي وبيمشي وبيستمتع بحده ابصار يمكن غير مسبوقه بعد كده، هو بعد العمليه خلال يوم او يومين تحديدا على طول. تقدمت زراعه العدسات تقدم مذهل، والنوعيه كمان بتاعت العدسات هي تقدمت علشان تقدمت النوعيه بتاعت زراعه العدسات. نوعيه زراعه العدسات زمان كانت العدسات تطورت من عدسات بلاستيك لعدسات لينه، لعدسات مرنه جدا، لعدسات هيدروجيل كوبوليمر بتقدر تبرمها وتدخلها من فتحه صغيره جدا حوالي 2 ملي، وهي بتعالج كمان عدسه بتبقى قويه سالب 15 مثلا او سالب 18 ورؤيه جدا. ازاي الكلام ده؟ هو ده التكنولوجي او ده التقنيه في تصنيع العدسات، هو ده السبب اللي خلى زراعه العدسات بقت اكثر انتشارا دلوقتي. هيدروجيل، انتوا متخيلين هيدروجيل يعني حاجه ملهاش علاقه بالصلابه خالص يعني. حضرتك دي كمان العدسه تحديدا، اسف على المقاطعه، العدسه دي بقت معتمده في الضباط الجيش الامريكي. يعني كمان بقى هو حتى الضابط في الجيش الامريكي بقى يقدر يعمل العمليات دي على حساب الحكومه الامريكيه، طالما ان هو ويكمل خدمه شوف حضرتك ده معناها الامان بتاعها بقى قد ايه. زراعه العدسات دي بقت هيله، مفيش اي مشاكل منها خالص، طالما برضو ليها شروط ولازم تستوفى، ودي ممكن نبقى نقولها في حلقه ثانيه. دي محتاجين ان احنا نقعد نتكلم عليها، لانه انا في رايي ان الانسان ابو سالب 16 و17 ده بقى اللي جاي لك فعلا في احتياج شديد، لانه مثلا سالب 5 سالب 6 هو بيحس جميل، عنده بديل، عنده النضاره مش وحشه لكن الثانيه النضاره الثانيه وحشه، ما بيقدوش يلبسوا النضاره خالص. يعني لا سالب 15 دي نضاره وحشه ومحرج، يبقى شكل محرج وظيفيا. حتى كمان النضاره برضو نحب الوضح، انا الناس دول متعاطف معهم جدا، لان هو رقم واحد مش شكل النضاره وحش بس، هو محدد كمان باطار معين في النضاره، يعني ما يعرفش يلبس فريملس مثلا، ما يعرفش يلبس نضاره، حتى مهما خلى الازاز بتاع النضاره مضغوط على قد ما يقدر مفيش يا باشا الكلام ده، تخلي النضاره برضو تخيل شكل العين بيبقى حجمها صغير يا باشا، مفيش ازاز مضغوط. انا اتنصف على لا هو بقى في حاجه كمان بقى مهمة جدا، ان هي السالب 10 بيصغر حجم قدامك
30%، فسالب 15 اكتر. فانت بتشوف الحاجه اللي العالم كله حواليك بتشوفه من خلال النظاره اصغر من حجمه الحقيقي 30 او 35%. ده بينعكس في صوره ان في حاجات المفروض تشوفها ما بتشوفهاش، مش عشان نظرك ضعيف، عشان النظاره مصغرها لك. يعني مثلا ممكن يافطه بعيده انا ابقى شايفها وانت نظارتك مظبوطه وشايف بيها 6-6، بس ما تعرفش تشوف الحاجه البعيده دي علشان هي انت شايفها اصغر من حجمها الحقيقي. بس ضيفي العزيز القمه العلميه الكبير الاستاذ دكتور احمد عساف، استاذ طب وجراحات العيون بكليه الطب جامعه عين شمس وزميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه بلندن، كان ضيفي في واحده من اهم حلقاتنا كالعاده، العيون نحن ننفرد بها حتى ما حدش بينافسنا فيها على مستوى الوطن العربي. وعلى فكره انا بقول انه هذا يرجع بكثير من الفضل ليك، لانه انت يعني قبلت دعوتنا في الدكتور في سبق اكاديمي انه اساتذه الجامعه يبداوا يظهروا في الاعلام، كان دلوقتي ما شاء الله كبار الاساتذه بيظهروا كله، ده شرف موجود معنا. لكن في بايونير اللي كان لهم الفضل في انهم قادوا الناس الى ان الثقافه عبر الاعلام المتنور هو الوسيله الوحيده. فأنا برجع لك هذا الشيء. أنا بشكرك على دي شهادة أنا أعتز بيها وتقدير يعني ما استحقوش. ألف شكر، ربنا يخليك. أشكرك شكرا جزيلا. خليكوا دايما مع الدكتور. أهلا بكم. من المناطق في الجسم التي لا يعرف عنها الكثيرون معلومات دقيقة، يتأخر الكثيرون في الذهاب إلى الاستشارة الطبية المتعلقة بها، ويرعى بالكثيرون في أي مرض أو في أي ذكر ليها عندما تتعلق بأمراض خبيثة، البروستاتا. البروستاتا محدش كتير يعرف عنها حاجة، كتير من الرجال مش مذاكر فين موقعها، مش عارف أعراضها فين. البروستاتا من ناحية تشريحية يا جماعة لازم تعرفوا موقعها، لازم تعرفوا مكانها بشكل تفصيلي. طبعا الجهاز البولي احنا عارفين الكلى وعارفين الحالب وعارفين المثانة، تمام. انزل بقى كمان وادخل بالظبط ده مكانها تحت المثانة. البروستاتا تقع تحت المثانة مباشرة، والمثانة البولية لها علاقة طبعا بالبروستاتا، لانه ويقع خلف البروستاتا الركتم اللي هو الركتم اللي هو المستقيم، و يخرج من البروستاتا من عمق البروستاتا. وطبعا في عضلات مهمة جدا تلعب دور مهم تحت البروستاتا. البروستاتا هذه الغدة الغريبة اللي مشاكلها قد تكون مثيرة جدا للاستغراب، وأيضا أعراضها يعني أعراض مزعجة للغاية. هي غدة مرضية، أو عندما تمرض ويحدث فيها مرض تضخم ورم، أعراض مزعجة للغاية قد تصل إلى الفشل الكلوي. الورم فيها مشكلة، لأنه كان زمان أورام البروستاتا دي كانت بتقلق جدا جدا المرضى، وكان المرضى بيترعبوا منها بشكل كبير، وكان يتأخر أحيانا أن المريض طبعا بسبب أنه الأعراض فيك بالنسبة له، هو عنده شوية احتباس في البول، عنده مش عارف إيه، بيروح الحمام كتير، بيتلخبط أعراض تضخم البروستاتا مع أعراض سرطان البروستاتا. كلمة سرطان البروستاتا كلمة مرعبة لأي رجل، وخصوصا عندما يكون هناك تاريخ عائلي في الأسرة بأورام البروستاتا. لأن الرجال اللي مذاكرين شوية معلومات طبية عارفين أنه سرطان البروستاتا في نسبة أو يعني الجينات والوراثة فيه تلعب دور كبير. طب اللي يبقى الاكتشاف مبكر، يبقى لازم نكتشف مبكرا، والاكتشاف المبكر ده علم مهم جدا في الطب. النهاردة أكيد هنمر بيه، النهاردة في واحدة من أهم حلقاتنا على الإطلاق، لأنها بتتعلق بحالة مرضية خطيرة على الحياة، endangered patient life، ممكن تكون مميتة لكن ممكن تعدي ولا أي حاجة. ضيف العزيز هو رائد قدير من رواد المسالك البولية، بيسعدنا وبيشرفنا جدا، ويعني احنا عندنا ميزة كبيرة جدا على مستوى الإعلام العربي كله انه ضيفي هو استاذنا الاستاذ الدكتور حسن شاكر. نقدر نقول في 20 سنة الأخيرة تم استبدال كثير جدا من العمليات الجراحية بمناظير البطن. المناظير لانها كيان مرتبط بتكنولوجيا
مرتبط بالهندسه الطبيه فتطورت تطور كبير جدا. ابتدى يبقى التكنولوجيا تقدر ان احنا تخلينا نعمل عمليات مماثله للعمليات الجراحيه ومضاعفات اقل. كلمه الذكيه هي مناظير فيها مرونه، فيها تكنولوجيا عاليه، ادت الى ان المناظير فعلا بقت اكثر قدره، اسهل على الجراح، اسهل على المريض، قللت فقدان الدم. المسالك الناس ما تعرفش تترجم اعراضها، ولذلك المناظير افادت جدا في اكتشاف كثير من حلول لمشاكل عديده في المسالك البوليه. مصر من اكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المسالك البوليه. الاستاذ الدكتور حسن سيد شاكر، استاذ جراحه المسالك البوليه جامعه عين شمس، زميل جامعه تورونتو وماكجيل بكندا، عضو جمعيات جراحه المسالك البوليه الامريكيه والاوروبيه، عضو جمعية التحكم البولي الدولية. ضيف العزيز الرائد القدير الأستاذ دكتور حسن الشاكر، أستاذ جراحات المسالك البولية بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة تورنتو وماكيل بكندا، وعضو جمعيات جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية، الرائد الكبير في عالم المسالك. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. الحقيقة أنا عايز أبدأ الأول بالموضوع المخيف، يعني أورام البروستاتا الخبيثة، هل هي منتشرة؟ هل هي مبكرة السن ولا متأخرة السن؟ هل لازم نقلق منها قوي كده زي ما احنا قلقانين من أول الحلقة كده؟ أنا نفسي قلقان، فعايزين نفهم البروستاتا. أورام البروستاتا الخبيثة هي أكثر الأورام انتشاراً في الرجال، أكثر أورام الخبيثة انتشاراً في الرجال، أو خلينا نقول لأن في بعض البلاد زينا ما هيش أكثر أورام الخبيثة، هي من أكثر أورام الخبيثة انتشاراً في الرجال. وبقى في التوجه ان اورام البروستاتا الخبيثه في بلاد زينا كان بالنسبه لنا زمان قليله، ابتدى يبقى في توجه انها بتزيد. احنا مش عارفين ليه هي بتزيد عندنا في بلد زينا او في المنطقه بتاعتنا، بس قد يكون بسبب تغير طبيعه الحياه. العالم الغربي من زمان جدا وهو عنده انتشار شديد جدا في اورام البروستاتا. في مصر كان بالنسبة لنا أورام البروستاتا قليلة، لكن في آخر 10 سنين قد يكون بسبب تغير الستايل بتاع حياتنا ابتدت تنتشر بطريقة كبيرة. هي بتحصل في سن فوق سن 50 سنة عادة، قليل جدا ما تحصل قبل سن 50 سنة في الأربعينات، لكن مع تقدم السن كل ما بتقدم السن كل ما نسبتها بتزيد. كثير جدا من الأورام دهيت بتعدي في حياة البني آدم وهي موجودة جواه من غير ما يعرف بوجودها، والمريض يعيش حياته كلها ويتوفى من شيء آخر وجواه ورم بروستاتا. وفي كثير جدا من الأحيان بتبقى نوع شديد النشاط ويظهر جدا في خلال سنة سنتين، فحدوثها طبعا ابتدى يبقى مقلق بسبب زيادة نسبته. وطبعا زي ما احنا قلنا بندور دايما عليه بعد سن 50 سنة. عايز يعني طبقا لكلاسيكياتنا احنا في الانترنال ميديسن اسال حضرتك عن الاسباب، يعني هل في حاجه الراجل بيعملها؟ هل هي المساله وراثيه بحته؟ كلام يعني طبي شويه يخص البطن اكتر من الجراحه. هو احنا ما نعرفش حتى هذه اللحظة ايه اللي بيسبب اورام البروستاتا، ما نعرفش كمان مسببات ليه، يعني مثلا اورام المثانة احنا عارفين مثلا التلوث التدخين بسبب اورام المثانة، لكن البروستاتا ما نعرفش الكلام ده. لكن نعرف انه طبيعة الحياة او الستايل بتاع الحياة مؤثر جدا، يعني مثلا في العالم الغربي زي ما انا قلت عندهم نسبه الاصابه بسرطان البروستاتا اكتر كتير جدا من الشرق الاوسط. فري سيكشوال لايف ما اقدرش، احنا مش عارفين الصراحه. لكن مثلا يعني اليابانيين مثلا عندهم تقريبا الورم دوت يكاد يكون منعدم. اليابانيين اللي هاجروا لامريكا جالهم جدا، فهو اكيد هو مرتبط بطريقه المعيشه. احنا في مصر لان احنا ابتدت في اخر 20 سنة ابتدينا نتشبه جدا بالغرب في طريقه معيشتنا، فابتدت يحصل ان عدد الاورام دي تزيد. فاحنا حقيقه ما نعرفش ايه المسببات، لكن نعرف ان هو ستايل الحياه بيؤثر جدا في حدوثه. الوراثه ليها دور؟
احنا ما شفناش الوراثه ليها دور غير في الناس الافارقه اللي هاجروا امريكا. يعني الافارقه اللي هاجروا امريكا لقينا ان اورام البروستات الخبيثه منتشره في عائلات. فمعنى كده هو ان ان اكيد ليه تاثير ان في تغييرات جينيه بتحصل ان في تاثير وراثي، لكن ما هوش واضح جدا بالنسبه لنا مثلا في مصر او في بلاد اخرى كتير او في مثلا الجنس القوقازي. فهو يعني ما اقدرش اقول 100% لو حد والده حصل له يبقى هيحصل له، لكن هو على الاقل اللي هم الافارقه اللي هاجروا امريكا هو دوت اللي بيحصل لهم الكلام ده. في واحده من اهم نقاط الحلقه النهارده لانه دي تهمنا جدا، ازاي نكتشف اورام البروستاتا بشكل مبكر؟ الصراحه ده سؤال مهم جدا وللاسف الاجابه عليه هتحبط ناس كتير جدا. اورام البروستاتا الخبيثه ملهاش اي اعراض. يعني الناس اللي هي بتتكلم عن البول بيبقى ضعيف، بيقوم النوم كتير بالليل، التقطع في البول ده ملهوش علاقه باورام البروستاتا الخبيثه، ده ليه علاقه بالتضخم الحميد البروستاتا اللي بيحصل في نفس السن وملهوش علاقه باورام البروستاتا الخبيثه. بقول تاني وبكررها، اورام البروستاتا الخبيثه ملهاش اي اعراض الا لما تتقدم جدا. طب نعرفها ازاي؟ بالفحص الدوري. الفحص الدوري عند الدكتور مفروض احنا بعد سن 50 سنه لازم من ضمن الفحص الدوري ان الدكتور يروح مره كل المريض يروح مره كل سنه للدكتور. الدكتور بيطلب له حاجه من دلالات الاورام اللي هي اسمها بي اس اي. البي اس اي دهيت بتقول لنا اذا كان المريض ده محتاج حاجه اكتر من كده ولا لا، اكتر من مجرد دلالات الاورام دي ولا لا. لو البي اس اي طلع مرتفع كنا زمان وحتى هذه اللحظه كثير جدا من زماننا لسه بيعملوا الحكايه دي، بي اس اي مرتفع معناها تروح تاخد عينات من البروستاتا. للاسف الكلام ده هو تغير جدا. الجهاز اللي فات ده هو ده كان جهاز رنين مغناطيسي. الرنين المغناطيسي دلوقتي بقينا بنستخدمه استخدام كثير جدا وبقوه في تشخيص اورام البروستاتا مبكرا. يعني مش اي واحد البي اس اي بتاعه مرتفع اخد له عينات، لا ده انا بروح اعمل له الاول رنين مغناطيسي ونوع معين جدا من انواع الرنين المغناطيسي اللي هو اسمه مالتي بارامتريك ام ار اي، وللاسف انتشاره محدود جدا لانه محتاج خبرات طويله جدا من زمايلنا دكاتره الاشعه. عدد الناس اللي في مصر اللي بيعرفوا يورو كويس قليلين جدا وفي العالم كله مش في مصر بس. بعد كده هوت بقينا المريض اللي هو بيتشخص او الام ار اي بيقول لي والله ده في هنا هوت في بؤره لازم تخاف منها، بنبتدي ناخد له عينات. كان زمان العينات دي عشوائيه، دلوقتي بالجهاز اللي احنا شايفينه ده جهاز الترا ساوند او جهاز موجات فوق صوتيه، بس الجهاز ده هوت فيه حاجه اسمها اندماج الموجات الفوق صوتيه مع الرنين المغناطيسي. يعني باخد السي دي بتاع الرنين المغناطيسي بحطه على الجهاز ده، فلما دكتور الالترا ساوند يشتغل الجهاز بيقول له خد عينه من الحته دي. ورم البروستاتا ده بيبقى جزء صغير جدا من البروستاتا، يعني لو الاوضه ديت كلها اعتبرناها البروستاتا، ورم البروستاتا ممكن يبقى قد الكوبايه دهيت. فلو انا اخدت عينات عشوائيه ممكن المريض جدا يكون عنده ورم خبيث وانا ما عرفتش اجيبه. بالتقنيه الحديثه دهيت خلتني اقدر اخد العينات. فبعد ما بشوف الكلام دهوت الجهاز ده بيدمج الصورتين على بعض يحطهم فوق بعض، فدكتور الالترا ساوند بيقدر يقول انا هاخد من الحته دي بالظبط. وبقى نسبه التشخيص بدل ما كانت 10 12% بقت 90%. يعني دي الصوره وهي مدمجه. لو بصينا على الصوره اللي تحت اليمين دي بتقول له بالظبط ياخد خد من الحته دي في الحته دي بالظبط. هتلاقي كمان معلم له في الصورتين اللي هم على الشمال هي دي المنطقه اللي انت خايف منها، هي دي المنطقه اللي انت تشوفها. المنطقه دي هيت ما كانتش تبان في الالترا ساوند لوحده عشان كده كنا بناخد عينات عشوائيه. دلوقتي لما بندمج الصورتين مع بعض بيقول لنا المنطقه دي هي بالظبط وبيعلمها بدقه شديده جدا، وشوف الابره وهي داخله بتاخد العينه من المنطقه بالظبط. عشان كده هوت بقى الناس بدل ما ناخد عينات ونقول انت ما فاكش حاجه والراجل يفضل البي اس اي بتاعه يعلى ونجيبه تاني ناخد له عينات تالت ورابع وخامس وانا قلقان من الحكايه دي، لا دلوقتي بجيبه مره واحده بناخد العينات بتبقى نسبه التشخيص عاليه جدا. عظيم. يبقى احنا مش فهمنا دلوقتي البي اس اي ده اول خطوه، بعد كده الام ار اي، بعد كده نعمل الجهاز الذي يدمج الام ار اي للرنين المغناطيسي بالالترا ساوند الذي يحدد بدقه انا داخل اخد العينه منين بالظبط. دي حاجه رائعه موجود عندنا. موجود عندنا ما شاء الله. لا دي حاجه عظيمه جدا. طيب ايه الاساليب الحديثه دلوقتي في العلاج؟ اللي حصل ده هوت
في الالترا ساوند والام ار اي او اللي هو الرنين المغناطيسي غير مفاهيم العلاج تماما. احنا كان عندنا كل العيانين دهومات كنا كلهم لازم نعملهم استئصال جذري للبروستاتا لو كان الورم لسه في البروستاتا، لو كان منتشر في جسمه نعمله علاج هرموني او علاج هرموني مع اشعاعي حسب او في مراحل متاخره او علاج كيماوي. لا دلوقتي بقى الموضوع غير كده، نفهم ان اورام البروستاتا دي مش لازم تبقى في البروستاتا كلها، دي ممكن تبقى في بؤره واحده. فعشان كده هوت ابتدينا نفكر تفكيرات مختلفه. طب لو هي بؤره صغيره، لو بؤره قد الكوبايه دي في الاوضه دي كلها، انا احرق الاوضه كلها ليه او اكسر الاوضه كلها ليه؟ ما احرق الحته دي بس. فابتدى يطلع علاجات جديده، حاجه اسمها العلاج البؤري او العلاج الموضعي، ان المنطقه دي بس هي اللي خلص عليها. وهو ده هو بيعتمد جدا على اللي احنا شفناه في الصوره قبل كده. العلاج الموضعي او البؤري ده هو الكرتون ده بيوريك ان هو بيتم بالدمج ما بين الصورتين في العيان من غير ما خالص لا افتح ولا اعمل اي حاجه خالص. ده هو انا شايف البروستاتا كويس جدا، ده اللي هو جهاز الالترا ساوند وهو داخل عن طريق الشرج بيشوف البروستاتا بيقول له بالظبط ياخد العينات منين، او اسف بيقول له عالج انهي حته بالظبط، معتمد على العينات قبل كده. في اللي عليها السهم دوت اللي في الحته اليمين دي اللي هو الليزر وهو داخل في الحته المعينه دي بالظبط عشان يخلص عليها. طبعا دي العلاج في اوضه العمليات، المريض لا فيه فتح ولا اي حاجه خالص، الجهاز احنا حددنا مكان البؤره بالظبط، هتلاقي فيه كده اللي هو الجهاز بتاع الالترا ساوند اللي بيعمل الدمج على ايدك الشمال، ودي عباره عن نوع الاجهزه وهي داخله على الورم بالذات تخلص عليه وتحرقه تماما او تفنيه تماما. دي الصور اللي احنا بنشوفها بعد ما حصل الدمج ما بين الالترا ساوند والفيوجن او الام ار اي او اللي هو الرنين المغناطيسي، ودي الاماكن اللي انا بعالج فيها بالظبط، يعني هي دي الحته اللي هشتغل فيها، ودي الحته اللي احط فيها الليزر بتاعي او الراديو فريكونسي او الحاجه اللي انا بستخدمها عشان اخلص الحته دي بالظبط. ما بوصل البروستاتا كلها، ما عيرتش عيان لعمليه كبيره جدا طالما ان العيان عنده بؤره واحده. فالبؤره ده هي بقى اقدر ان انا اخلص عليها. زي ما انت شايف اوضه العمليات رغم ان هي عمليه بسيطه جدا، العيان بيخرج في نفس اليوم يوميها بالليل بيبقى قاعد في بيته، ولكن التجهيزات بتاعتها مرتفعه جدا، التجهيزات دي عشان اقدر اوصل للبؤره دي وما غلطش واسيب بؤره تانية او ما غلطش ان انا اعالج حته مختلفه خالص. localization يعني ده العلاج الذكي ده، هو مش يعني ده علاج، هو اسمه علاج البؤري بؤري. لكن جاي من بؤره يعني أيه. لكن انا شايفه ان هو زي يعني الاصدق عليه تعالى العلاج الذكي. صحيح يعني ده ذكي جدا، بيدخل على المكان اللي فيه الورم بالظبط كده. هو بياخد البؤره دي بالذات، يعني زي ما احنا شايفين هنا اهوت دلوقتي، هنلاقيه هو دمج الصورتين بعدين دخل اهو بالمكان، حط الليزر بالظبط في المكان اللي هيشتغل فيه اللي هو معلمه من الاول. استاذ دكتور حسن شاكر استاذ جراحات المسالك البوليه بكليه الطب جامعه عين شمس وزميل جامعه تورنتو ماكلبي، كانت عضو جامعه جراحات المسالك البوليه الامريكيه والاوروبيه والمؤسس للمستشفى شاكر طبعا المستشفى الشهير، كان ضيفي فيه الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور. الأستاذ الدكتور يسري الحميلي أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأوروبية لجراح المخ والأعصاب، مدير مستشفى نيورو سباين. ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، منورنا يا فندم. الله يحفظك. هذه زيارة جميلة. الله يحفظك. عجبك الكلام اللي أنا قلته؟ هو الدراسة طبعا أهم نقطة فيها هي الست أقوى. ليه الست أقوى؟ لأن العمود الفقري عندها أكثر مرونة من الرجل. عامل المرونة الكبير جدا ده هو اللي بيديها مساحة أكبر من الحركة، وبيديها مساحة أكبر من التحمل، وبيديها مساحة أكبر وأكثر من إنها تعمل مجهود وما يعملش مضاعفات لو هي عندها
لياقة بدنية جيدة. عالم المخ والأعصاب فيه تكنولوجيا تقدمت جدا، دخلت يعني التكنولوجيا ما شاء الله، وراها طبعا عمالقة كبار، شركات عملاقة بتدعم هذه التكنولوجيا، لأن هي لقت أنه أولا هي بتفيد البشرية، ثانيا هي تجارة جبارة مربحة بالمليارات، وخصوصا أن الشركات نجحت في توفير أشياء رائعة جدا. المناظير تحديدا تقدمت جدا بتكنولوجية العصر الحالي أو بتكنولوجية القرن 21، صح؟ ده حقيقة طبعا، وده احنا طبعا بنلمسه في شغلنا. هي الموضوع الحقيقة مش تجارة أكثر منه استفادة من العلم. بمعنى آخر، هذه الشركات لا ننسى الفضل الأكبر اللي حققته لنا، لأن مجال جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري من أصعب المجالات الجراحية على الإطلاق. يعني أصعب عملية ممكن تعملها هي العملية اللي هتتعمل في المخ أو في العمود الفقري، وده ليه؟ لأن الجهاز العصبي المركزي سواء كان المخ أو الحبل الشوكي العصبي، الخلايا التي تفقد فيه لا تعوض. وبالتالي دايما عندنا نقطتين مهمين جدا بنقول للمريض: ما تستخسرش في نفسك انك تعمل عمليتك باحدث التقنيات وباحدث الوسائل العلميه، لان كل ما هنستخدم تكنولوجي اكتر دي بتنصب على ان احنا نحافظ على الانسجه الطبيعيه بتاعتك اكتر. لما نفقد خليه مش زي لما نفقد مليون خليه. الحاجه الثانيه، ما تتاخروش يا جماعه، لان كل الجراحات الحديثه فكرتها منصبه على ان المريض ما يتأخرش، ما يقعدش لحد ما تجيلك مضاعفات. ما هو خد بالك من حاجة، في مرضى كتير بيبقى عنده انزلاق غضروفي، وهو الانزلاق الغضروفي ده له مسار طبيعي بيمشي فيه. في أغلب الحالات اللي احنا بنبقى قايلين ان في عملية، بنبقى عارفين ان ده لازم هيحصل انه يجي يوم يعمل عملية. ده الغضروف اهو، لما نبص على الفيديو، بص المرونة الجميلة دي، المرونة العالية بقى. كأننا حاطين بقى يعني ايه رمان بيلي. بالظبط. ودي المرونة كمان اللي في المفاصل، اللي هي يجب ان نحافظ عليها بالرياضة، اللياقة البدنية الجيدة، وعدم الممارسات الخطأ سواء كانت الجلوس او التدخين او 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 هنا بقى لما بيحصل تضخم في الغضروف نتيجة المجهود الزائد، ده الجهاز العصبي اللي بنتكلم عنه اللي هو شديد الحساسية. بالتالي دايما قبل الرئيس الجراحات الحديثة كلها بتنصب على انها تحافظ على الانسجة الطبيعية. وبالتالي كانوا زمان يقولك ايه هنعمل للعيان، وفي اساليب كتيرة من متاعة النهاردة، ده الغضروف لما بينزلق بيخرج من مكانه، دخل كده زي الفتق، ده ملوش علاج، هيجي يوم ولازم يعمل عملية. كل ما عمل العملية بدري كل ما كان افيد، لان احنا مش زي الجراحات العادية هندخل نشيل عظم ونعمل ده المنظار دخل ازاي. شوف المنظار دخل ازاي. اول حاجة فكرنا فيها ان احنا بنحمي العصب بالآلة بتاعتنا اللي بتعمل عملية، يعني حطيناها تحمي العصب، وبندخل نسحب الغضروف من تحت العصب بدون ان نؤثر على الانسجة الطبيعية. تالي المريض ده مش هنستنى عليه بقى لما يحصل له سقوط في القدم ونقول يلا نعمل العملية، ما هي خربت. يعني هو فكرة الجراح اللي بيقعد يستنى على العيان لحد آخر لحظة، ده هو جراح عارف قدراته كويس جدا، وعارف ان العيان هيطلع من تحت ايده عنده شلل، فيقول لما يبقى داخل بالشلل احسن ما انا اجيبه له. دي الفكرة القديمة والفكرة اللي عند الجراحات التقليدية. احنا ما بنفكرش بهذا ابدا. جراحاتنا كلها بتنصب على ان انا احمي عياني من المضاعفات، امنع حدوث المضاعفات، ارجع العيان بتاعي بسرعة يشتغل ويتحرك، ما احرمهوش من اي حاجه كان بيعمل. المريض اللي كان رياضي هيرجع يبقى رياضي، بس كل حاجه بالعقل. مش يعني هنعمل الرياضه بالتدريج بعد العمليه، يعني لو انا اقدر اعمل التدريج ده في اسبوع هقول لك اتفضل كمريض اعمل كل الرياضات اللي انت عايزها في اسبوع. انا يهمني ناحيه التدريج عشان اعمل بنايه للعضلات اللي كانت توقفت عن العمل، اصلح اللياقه البدنيه بالتدريج، لان لو هنصلحها مره واحده هنبوظ حاجات تانية. وبالتالي الجراحات الحديثه كلها هي تكنولوجيا بتفيد المريض. احنا بنتكلف كتير جدا، لان انا النهارده سافرت من سنتين جبت مناظير، الصيف اللي فات اضطريت ان انا اجيب مناظير تانية لان نزل جيل جديد زي الموبايلات كده. ما انتوا كلكم عارفين الموبايل ايفون نزل السنة دي، بعد 6 شهور بينزل واحد تاني. احنا كمان في الجراحة، يعني جراح المخ والأعصاب جراح شيك قوي، يعني انا ما بحبش ابدا استخدم الحاجة كتير. الحاجة استخداماتها في العمليات الجراحية
لابد ان انا اجيب جديد على طول واستحدث حاجات حديثه. ما عودش استخدم الاله اكتر من في حاجات كتير جدا بنستخدمها ديسبوزابل. يعني ايه؟ تستخدم بتيجي معقمه من بره بالكيس بتاعها، استخدمها العيان واحد، ده في الالات الجراحيه مش في الحاجات اللي بتركب. وبالتالي بقى عندنا يعني استحداث لحاجات كتير جدا كلها في خدمه المريض. هروح لمنطقه مهمه، المناظير عندما نسمع الحوار عنها نعتقد انه مفيش جراحه تقليديه موجوده دلوقتي خالص، ده الاعتقاد الاولاني. لما نفتح او لما نقرب شويه بالمنظار والمنظار الاعلامي يعني او منظار الفهم شويه، نلاقي انه في الكلام هناك حالات ربما المنظار هيبقى مش مناسب ويبقى فيه جراحه تقليديه هي اللي هتتعمل تراديشنال، واللي يتقن المنظار هيتقن الجراحه التقليديه. انا عايز حضرتك احط لنا بقى دلوقتي الخط الفاصل كده ما بين الحالات اللي ينفعها جراحه تقليديه واللي مش ينفعها منظار، والعكس الحاجات اللي ينفعها منظار وما ينفعهاش جراحه تقليديه، عشان زي ما بيقولوا ايه نفض الخناقه بين الفريقين اذا كان في خناقه. هو ليس هناك اي خناقه، ولكن المبدا بتاع فرق تسد. ايوه مفيش حاجه اسمها دي ينفع لها ودي ما ينفع لهاش. يا جماعه الجراح الشيك الحديث اللي بيخاف على مريضه اللي عنده امانه علميه وعنده دقه بيقدر يستخدم المنظار، يقدر يستخدم الميكروسكوب، يقدر يستخدم الليزر، يقدر يستخدم كل تقنيات الجراحه اثناء اجراء العمليه. انا دايما بقول العمليه دي لوحه جميله جدا، انا هرسمها بلون واحد اطلاقا، ده انا ساعات اخلط لون على لون ولونين على لون، وساعات ادي لون خفيف وادي لون، هو كده. الابداع لا يتوقف على الاله او التقنيات، الابداع ده بيجي من العبقريه الجراح نفسه. انت وانت بتعمل العمليه بتاعتك لك الحريه في ان تستخدم ما شئت، ولكن هات لي وطلع لي احسن النتائج. ليست تحيزا للجراحات محدوده التدخل ولا الجراحه الملاحيه ولا المناظير ولا الميكروسكوب، ولكن ربنا اداك نور زياده تستخدمه ولا تقعد في الضلمه. بالتالي الجراح قبل ما يبقى جراح ويمسك المنظار بايده لابد ان يكون جراح ماهر من الطراز الاول، لان العمليه بالمنظار اصعب على الجراح بكثير جدا من الجراحه العاديه. لكن لصالح المريض، لكن لمصلحه المريض، وهي اكثر دقه وبتاخد مجهود وعايزه تدريب عالي جدا واكثر تكلفه، واكثر تكلفه بمراحل. اذا نحفظ كده كلنا، محدوده التدخل معناها محدوده التأثير السلبي على الأنسجة، محدودة التخبيط والتكسير والإضرار بالأنسجة المحيطة حول الهدف اللي انت داخله، مش محدودة النتائج، بالعكس ده هي واسعة النتائج دي طبعًا. مهمة جدا طبعًا. طيب هي جراحة في النهاية، أنا هسأل حضرتك بقى سؤال بتاع بطنة، يعني سؤال نحن البطنة، يعني هي جراحة، وأي جراحة احنا تعلمنا في الطب في البطنة بالذات كمان ان أي جراحة ليها مضاعفات. هل الجراحات محدودة التدخل كما هي مينيمال انفيزيف هتبقى مينيمال كومبليكيشن؟ هي صممت لكي تحد من المضاعفات، والحاجه تانية اهم هدفين ليها انها ترجع المريض طبيعي باسرع ما يكون. استفادت اورام المخ جدا بالجراحه الملاحيه طبعا، من اكثر الجراحات كانت اورام المخ، كان في الافلام زمان وحتى في الواقع يقول لك ورم في المخ يا نهار اسود ده موضوع كبير وبتاع، دلوقتي اورام المخ وفي بينا كونكشن. يعني انا بشرف جدا ان انا اشرفت على حالات باطنيه انت قمت بالجراحه الملاحيه للغده النخاميه فيها، كانت اللي عندها مشاكل في الغدد طبعا، فبيبقى الكونكشن ما بين الغدد وما بين الجراحه في الحاله دي، والما شاء الله الحالات بتبقى رائعه جدا. هي اكتر طبعا حاجه استفادت، لان الجمجمه ده بوكس مقفول عشان تدخل فيه، الخريطه الجغرافيه بتاعه المخ صعبه جدا. لما يبقى عندك وسيلة بتدمج لك الخريطة الجغرافية بتاعت المريض بتاعك على الأشعة على صورة المنظار والميكروسكوب، دي حاجة جميلة جدا، لأن احنا كمان كلنا خريطتنا الجغرافية بتختلف، التركيب التشريحي بتاع كل واحد فينا إلى حد ما مختلف عن الآخر في بعض التفاصيل الدقيقة. وانت لما بتبقى بتشيل ورم من الغدة النخامية وده مكان شديد الحساسية، عندك أعصاب العين، عندك الأوعية الدموية الرئيسية،
عندك أنسجة حيوية جدا، عندك الغدة النفس النخامية ذاتها وما فوق الغدة النخامية وما فوق المهاد، حاجات مهمة جدا. لما بتستخدم تقنيات الجراحة الملاحية مع المنظار انت داخل عارف انت داخل فين، هتشيل الورم، عندما تنتهي من شيل الورم هيبان لك ان انت شلت الورم بالكامل، وبالتالي ليس هناك اي مجال للخطأ، وبالتالي بتقدر ترجع المريض بعبقرية شديدة لما هو قريب من الطبيعي اللي ربنا عمله. في المنطقة الخطرة جدا للغضروف العنقي بيتخاف جدا من ان الغضروف العنقي في منطقة لا ترحم، منطقة الإصابة فيها او المنطقة الإصابة فيها الخاطئة تساوي شلل رباعي، ده شيء لازم نحفظه. الغضروف العنقي خطير، فالجراحة الملاحية وجراحات محدودة التدخل قيمتها ايه في الغضروف العنقي؟ بص، من ألطف وأحلى العمليات اللي بحب أعملها عمليات الغضروف العنقي بكل أنواعها، حتى المريض اللي عنده شلل رباعي وجاي هنعمل له عملية غضروف عنقي أو تثبيت كسر في الفقرات العنقية، لأن وجود التقنيات دي معاك في أوضة العمليات بيخلي العملية اللي بتاخد 6 ساعات أنت هتخلصها في أقل من ساعة. الحاجة التانية والأهم أنك أنت هنا الحبل الشوكي الرئيسي، أنت شايف أنت فين وعارف بالتفصيل الممل كل معالمك. هنا الأصفر ده الحبل الشوكي العصبي، وده الغضروف ضاغط على الحبل الشوكي العصبي ضغط مباشر. لما هندخل بالطريقة محدودة التدخل احنا بندخل من فتحة صغيرة جدا جدا ما بتحتاجش تعمل فيها غرز بعد العملية، شكلها ما بيبانش بعد كده، والأهم من هذا كله انك لا بتنقل دم للمريض بقى ولا بتقعد المريض ده تلبسه رقبة بعد العملية وتقول له ممنوع يتحرك، زي ما احنا عارضين وزي ما احنا شايفين كده الفتحات صغيرة جدا ما فيش فيها غرز، وبالتالي المريض ده ما تشلوش عضم من العظم الطبيعي بتاعه، شلنا المشكلة اللي كانت الغضروف اللي كان عامل المشكلة، حطينا دعامة تمسك الفقرات وترجع المسافة ما بين الفقرات للوضع الطبيعي، المريض ده هيطلع يتحرك عادي خالص. أصلي يا دكتور؟ أصلي. أوطي ألف رقبتي؟ ألف رقبتي. طب أنا مش محتاج ألبس رقبة؟ ما انتش محتاج تلبس رقبة، والأجمل من ذلك إنك أنت كمان لو جاي في وقت مبكر أنت لن تحتاج إلى أي علاج تاني بعد العملية، هتقدر تمارس كل أنشطتك وترجع للياقتك المدنية. في 3 عوالم اشتركوا مع بعض أو تدخلوا بشكل رائع جدا. العالم الأول عالم المناظير بدقتها والتكنولوجيا والإضاءة، والمناظير فيها تفاصيل كتيرة خاصة بالعدسات، خاصة بالمرونة، بالحجم، زي إن أنا هدخل لغاية فين. المناظير جنبها بقى عالم آخر وعالم الجراحة الملاحية بأشعاعتها بأجهزة الأشعة ودقتها والتقدم فيها. ثم العالم الثالث العالم المهم مهارة الجراح المصري والمهارة المتخصصة اللي هي في الآخر كل ده عبارة عن أدوات. إزاي 3 عوالم دول مع بعض ما فيش حاجة فيهم تظلم التانية، للمهارة تظلم وأقول أنا مش محتاج الحاجات دي كلها ده لعب عيال، ولا الحاجات دي كلها هي اللي تبقى مسيطرة وأقول أنا مش مهم المهارة، ما الكلام ده بيقول بابا وماما، أنا بتكلم بقى إيه لغة السوق. الحقيقة ما فيش حد ممكن يتكلم ويقول بابا وماما أحسن من الإنسان اللي ربنا عمله، وما فيش حد هيستبدل أبدا الجراح الماهر الشاطر الذكي جدا اللي بيطوع كل هذه الأساليب لخدمة قضية واحدة هي قضيته في الأول وفي الآخر، لأن المريض ده أغلى حاجة عندنا، إن إحنا نحصل على نتيجة عالية الدقة، نحصل على وقت قصير، نحصل على مينيمال انفيزيف، احنا ما بنخليش العيان ده يتنقل له دم ويتعرض لمشاكل نقل الدم ولا يروح الرعاية المركزة ولا يلبس وسائل مساعدة زي الحزام والرقبة ولا الكلام ده كله، وبالتالي الجراح الشاطر شطرته بتنصب على تطويعه لهذه الأدوات والأساليب. ازاي يقدر يستخدم الأساليب دي كلها مجتمعة مع بعضها ويخلق يعمل منهم لوحة جميلة. ده كده احنا داخلين الأشعة بتصور جوه أوضة العمليات، وده بيبقى مع المناظير مع الميكروسكوب مع الجراحة الملاحية، بستخدم أكثر من وسيلة لأن عايز الدقة مضاعفة. مش دقة، مش بنشوف من زاوية واحدة، ما بنبصش من 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 من, من زاويه واحده او صوره واحده، لا ده احنا بنبص ثلاثي ورباعي الابعاد، وبالتالي ده هيخدمنا ان احنا هنحافظ على العصب بتاع المريض، هنحافظ على الفقرات بتاعه المريض،
هندخل نعمل تثبيت للفقرة، ما بقاش عندنا مشكلة أن المسمار يدخل جوه مجرى العصب أو يدخل جوه الحبل الشوكي، مفيش الكلام ده. أو أن المسمار يدخل وما يثبتش الفقرة، أو أن المسمار يدخل وما يعدلش التزحزح اللي موجود، كلام ده غير وارد، لأني ما بعتمدش على المهارة فقط وما ببقاش مغرور. ودي أهم حاجة، دايما ربنا سبحانه وتعالى كل ما اداك وسائل هتساعدك أنت بتستخدمها، لأن أنت لما يبقى معاك إضاءة واتنين ويبقى معاك غير الإضاءة، يبقى معاك خريطة ويبقى معاك قمر صناعي ويبقى معاك ومعاك ومعاك ومعاك، أنت محتاج كل الوسائل دي والشطارة أنك تقدر تدمجها وتطوعها في خدمة المريض. تعالوا نشوف الشارع هيسأل ويقول إيه. هل العلاجات الشعبية الخاطئة زي الحجامة أو تدخيل الخيوط أو إبر في العمود الفقري بتأثر عليه بشكل سلبي؟ بعد كده إيه مدى خطورتها؟ ده سؤال مهم وسؤال يدل على الثقافة، وسؤال يدل على إن إحنا نجحنا بشكل كبير إحنا نوصل حاجة للناس. هي قالت الأساليب الخاطئة، بس عايز تفهم أكتر. أخطر حاجة في هذه الأساليب إنها بتنصب على إنها تشيل الألم فقط لغير، دون تصحيح الخطأ اللي عند المريض. ربنا جعل لنا دايما المرض يظهر له علامات، هذه العلامات بتقول لنا يا جماعة في حاجة خطأ، هذا الخطأ إن ما صححناهوش النهاردة هيجي بعد شهر، بعد سنة، بعد عشرة، هيسبب لنا مشكلة كبيرة جدا. وبالتالي لما مريض يبقى عنده انزلاق غضروفي وأنا كل همي إن أنا أشيل الألم بس، والمريض عمال يحصل له ضمور، عمال يحصل له تاكل في الأعصاب، تاكل في الحبل الشوكي، ضمور في العضلات، شلل لا قدر الله، يبقى أنا ضريت المريض. أنا عامل زي اللي عندي جرس إنذار بيقول إن في حريقة وكل همي إن أنا أجري أطفي الجرس، ما طفيش الحريقة. هو كده النهاردة هذه الأساليب عيبها القاتل إنها تنصب على العلاج الظاهري، مش حتى علاج تحفظي، ده علاج ظاهري. لمبة منورة حمراء بتقول في حريقة وجرس بيرن بيقول في حريقة، جري كل هم ان انا اطفي ده والحريقة عمالة شغالة مشتعلة، يبقى دي خطيرة جدا. الحاجة التانية انها بتدي مبرر للتراخي والتكاسل عند المرضى والخوف الاكثر، بترعبه اكتر. الحاجة الاهم من ذلك، كم مريض احنا عملناه، واعتقد ان احنا جبنا في هذا البرنامج منذ سنوات مريض كان حد بعصاية عمل له عملية وعمل له شلل نصفي نتيجة استخدام العصاية باستخدام خطأ الغضروف، ما كانش ينفع معاه ده، وعملنا له العملية وطلع وقال الكلام ده في البرنامج عشان يقول للناس يا جماعة ما تديش، ما هو بالعقل كده. هو واحد ليس لديه أي علم هيوازي حد خد دكتوراه من بره. ده أنا بقول للمرضى لو إحنا نملك وسيلة نتعلمها هتفيدك، لو نعرف ان السحر هيفيدك هنتعلمه عشانك. ما انت 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 امانة في ايدينا، وانت شغلتنا، وانت مش بس شغلتنا، متعتنا ان احنا نعالج وندي العلاج ونساعد الناس. دي بتبقى يعني اعتقد ان الطبيب اللي عنده الملكة دي او اللي عنده الشعور ده عمره ما هيبقى فاشل. الحقيقة دائما بتبهرنا ودائما بنسعد بهذا اللقاء الممتع جدا. ضيف العزيز القمة الجراحية المتميزة الأستاذ دكتور يوسف الحميلي، نورتنا دكتور يوسف. شكرا جدا دكتور. الحقيقة استمتعنا جدا مع الدكتور.